تشير إلى وقتل الأبرياء واضطهاد المسيحيين أيضا في فرنسا وإلى ما ذلك. فرح نخصص لهذا الوقت، لهذه الأحداث العفو، 45 دقيقة من الوقت نتكلم عن هذه الأحداث، بما أننا قناة تلفزيونية يهمنا جدا سلامة مواطنينا في إيران وفي لبنان وفي فرنسا الذين هم يتابعون قناة الآرامية. الرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة. فخلونا قبل أن نبدأ هذه الحلقة أذكركم أيضا موضوع مهم جدا، هو التكبيس ومشاركة الحلقة مع الآخرين لكي توصل الحلقة إلى أكبر عدد ممكن، ودعوة خاصة أيضا للأحباء اللي موجودين معنا في الشات اللي يعلقون ويتابعون هذه الحلقة، دعوة خاصة لكم أنكم تشاركونا في الأحداث ورأيكم بما يحصل في العالم اليوم. قال الله في الكتاب المقدس على لسان متى الرسول في إنجيل متى والإصحاح 24، هذا هو مبتدأ الأوجاع. أنا أتمنى أنك تقرأ الإصحاح يا عزيزي المشاهد بالكامل لكي تعرف ما هو مبتدأ الأوجاع. قال الرب يسوع المسيح بفمه هو المبارك، راح تكون زلازل وراح تكون حروب وتسمعون بأخبار حروب، سيضطهدونكم ويقولون عنكم كل كلمة شريرة، سيقتلونكم ويظنون أنهم يقدمون خدمة إلى الله. أخبار الحروب والزلازل والسياسات اللي موجودة الآن، الزلزال ليس شرط أن يكون زلزال أرضي، ولكن ممكن يكون زلزال وطوفان من البشر. اليوم هناك زلازل كبيرة جدا من البشر في فرنسا يتظاهرون على إساءة المسيحية ومبادئ المسيحية من أناس صاحبين الألوان والأعلام الملونة. للأسف الشديد المسيحية في حرية كبيرة جدا، وليس للأسف ولحسن الحظ، ولكن للأسف الشديد في ناس تستخدم الحرية خارج إطار الحرية. هذا بس مقدم على الموضوع، لأن معي ضيوف كرام كما تعلمون جميعا. أولا أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة وبعدين نبدأ في هذا البرنامج. أختي جديداية، الرب يبارك حياتك وأشكرك لوجودك في هذا البرنامج. أهلا، سلام المسيح. سلام ونعم عليك وأهلا وسهلا بك. وأيضا أختي ديفاين، الرب يبارك حياتك أختي ديفاين، وسلام ونعم لك. سلام ونعم لك يا كريم والجدداية، شكرا لكم. أهلا وسهلا بك. وأيضا راح ينضمون إلينا أخوة وأخوات آخرين يشاركونا في هذه الحلقة، فرجاء تبقون معنا في هذه الحلقة وتشاركون الحلقة مع الآخرين لكي توصل إلى أكبر عدد ممكن. الأخبار المهمة اللي راح نتكلم عنها اليوم هو إساءة هذه، طبعا ابتدائيا احنا ما جهزنا موضوع لهذا، وهذه أحداث جاءت مفاجئة، فيجب أن نأخذ من الحلقة تقريبا 45 دقيقة راح نتكلم في هذا الموضوع، وضيوفي أيضا ملمين جدا بهذا الموضوع، متابعين الأخبار جيدا، فراح نفيدكم في هذه الحلقة. شاركونا الحلقة مع الآخرين، كبسونا أيضا على الشاشة، شاركونا الحلقة مع الآخرين. أنا ما بدي كل ساعة أذكركم على التكبيس، خلونا نستمر بالتكبيس رجاء، لأن التكبيس مهم جدا 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 لبرنامج التيك توك، والأخوة اللي يشاهدونا أيضا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، شاركوا الحلقة مع الآخرين لكي توصل لأكبر عدد ممكن. رائع جدا. أولا أبشركم أن الحلقة اللي ما كانت مع الأخ حسين في قناة الآرامية في الثلاث أيام اللي فاتوا وصلت إلى 4000 مشاهدة حقيقية على اليوتيوب، ونشكر الرب يسوع المسيح. تواصلنا مع أخوة وأخوات بخلال رسائل خاصة وتعليقات، البعض ينتقد والبعض كان نقد إيجابي، والبعض منهم يريد يعرف الحقيقة، وهذا موضوع رائع جدا. كل هذا تأتي بجهودكم ومشاركاتكم للحلقة وتكبيسكم في التيك توك. الأخبار اللي راح نتكلم عنها هو طوفان وتزلزل الأرض في فرنسا، زلزال بمعنى الكلمة. قنوات إسلامية ومسيحية وقنوات عالمية ككل بدون ديانات وبدون انتماءات، هذه القنوات تتكلم على زلزال بشري. هناك تظاهرات في كل أرجاء فرنسا على الإساءة اللي حصلت في الأولمبيات لمبادئ المسيحية والحرية اللي تكفلها المسيحية لحقوق الإنسان ومطابقة مع حقوق الإنسان، ولكن للأسف الشديد في بعض الناس يستخدمون هذه الحريات بخارج إطار الحرية. أنا حر، إذن اسمح لي أن أقتلك. أنا حر، اسمح لي أن أسرق أولادك. أنا حر، اسمح لي أن أسرق
أموالك، أنا حر، اسمح لي أن أتطاول عليك وتطاول على مبادئك، بدون لا مبادئ المسيحية تسيء إلى أحد. مبادئ المسيحية واضحة جدا، وتعاليم الرب يسوع المسيح مبارك اسمه واضحة جدا جدا جدا، تحترم الكل وتحترم كل مبادئ العيش بسلام. ولكن في ناس لا يحبون السلام، هؤلاء الناس الألوان أنا لا أحرض عليهم بالتأكيد، ولكن إذا كانوا في دولة إسلامية بدوا لا يسيئون إلى أي رمز، إذا كانوا بس وجودهم يرمون من عالي المباني. وهذا حديث صحيح، قال محمد الذين يتشبهون بالرجال، الذين يتشبهون بالنساء من الرجال ارموهم من عالي المباني، والعكس أيضا صحيح، الرجال الذين يتشبهون بالنساء والنساء الذين يتشبهون بالرجال. هو يتكلم على المثليين أو المثل الجنس، قال ارموهم من عالي المباني. وهذا ليس فقط كلام على ورق، شفناه على أمام الكاميرات في داعش، رموا عدة أشخاص بهذه التهمة. ولكن المسيحية ليس لها عقوبة أرضية، المسيحية تصلي من أجلهم وترشدهم، ونتمنى أنهم يتوبون ويرجعون إلى الله، وإذا ما تابوا ليس لنا أي مشكلة معهم، دائما ننصحهم، وإذا ما قبلون قلهم أنتم أحرار. ولكن يأتي بهم الوقت ويأتي بهم الزمن ويتطاولون في مبادئ المسيحية، وهذه المسرحية مسرحية كلفتهم يعني أموال كثيرة، وكلفتهم سيناريو كبير، وكلفتهم وقت كبير، يعني كل وقتهم مخصص وأموالهم خصصوها. وفي أكبر حدث للأولمبيات الرياضية اللي كل العالم كانت تشهده، جمعوا كل أموالهم ووقتهم وسيناريو ومخرج وكل هذا لكي يسيئوا للمسيحية الذي هي تحترمهم، وهم موجودين في وسط عالم مسيحي. وإذا لم تقبل أنه عالم مسيحي، شوف الطوفان اللي حصل في فرنسا، والقنوات التلفزيونية تتكلم، كل المحلات مقفولة، كل شيء، لا يوجد أحد يستطيع يمشي بالشارع بسلام، الناس ازدحام في كل مكان العالم. وهذا ما قامت به الكنيسة الكاثوليكية، أنا أشكر الكنيسة الكاثوليكية وأشكر كل مسيحي شارك في هذه النهضة. يجب علينا أن نوقف ونتوقف وندافع عن مبادئنا المسيحية، لأن المسيحية لا تتطرق لأحد، المسيحية تقارن الحجة بالحجة، المسيحية تحترم الكل. فهذا موضوع مهم جدا يجب أن نركز عليه اليوم، نتكلم في هذا الموضوع. أضافة إلى موضوعين آخرين أيضا، قتل إسماعيل هنية في العاصمة طهران، وزلزال آخر حصل في إيران، والآن تضارب وتهديدات لدولة إسرائيل، وأيضا قتل ثاني قيادي في فؤاد شكري، هو ثاني قيادي في حركة حزب الله اللبنانية، وحسن نصر الله هارب لا أحد يعرف مكانه، وهذه كلها حصلت في هذا الأسبوع. راح نتكلم عن هذه التفاصيل طبعا، راح نتكلم على الأخبار، وراح نتكلم على ردود الفعل اللي موجودة، ولكن بيهمنا أول نتكلم على موضوع المسيحية وأساءة مبادئ المسيحية في فرنسا. الرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة، شاركوني حظهم على الآخرين، كرسولي على الشاشة، والاتصال مفتوح للكل بعد هذه المقدمات اللي راح نسمعها من ضيوفي الكرام. أختي جديدة تفضلي عرضيني على الموضوع اللي حصل في فرنسا وأساءة المبادئ المسيحية. أنا كمان عايزة أقول لك إن النهاردة they confirmed، يعني أكدوا إن محمد الضيف هو اللي تقتل يوم 13 يوليو، فدلوقتي بقى محمد الضيف كمان أكدوا على الموضوع ده النهاردة. اللي حصل في فرنسا ورد فعل المسيحيين ما تلاقوهوش في أي حتة تانية، يعني ما فيش عربية واحدة اتحرقت ولا عربية، وما فيش ناس طلعت ومولوتوف والكلام ده كله، ما حصلش. هو ده، هي دي المسيحية، وقفوا يرنموا، يعني وقفوا قعدوا يرنموا ويسبحوا، ده اللي هم عملوه، ما عملوش حاجة أكتر من كده. وده هو ده جمال المسيحية. الأوروبي بقى يبقى مع المسلم يقول لك we are sympathize، يعني احنا متعاطفين معاهم، لا يا جماعه ما تعملوش كرتون، لا يا جماعه مش عارف ايه، عشان عارف ان رد فعل المسلم ارهابي هيولع ويحرق ويعمل، لكن المسيحي مش هيولع ويحرق، فبي
فبيحاولوا يعملوا كده. بس طلع حصل ايه؟ كل الفلوس اللي صرفوها على المقدمه دي وكل الكلام ده كله دلوقتي شالوها خالص. ليه؟ فلوسهم اترمت في الارض. وشافوا ان العالم كله رفض الكلام ده، لان مش معنى ان المسيحي مش هيحرق لك في الدنيا وهيولع لك في الدنيا ما تيجي تضطهده، ده معناه ان انت تدوس عليه. يعني هو ايه اللي المسيح عمله عشان انت تتريق عليه؟ يعني دي لي حاجه واحده المسيح عملها وحشه، يعني جاب اغتصب واحده عندها 6 سنين مثلا زي محمد، ولا عمل حاجه زي كده عشان تستاهل، ولا مثلا بيحرض للقتل عشان يستاهل الاهانه دي كلها؟ شوفوا يا جماعه اتس نوت فير، لايك الشر اللي في الانسان. مش تعرفوا ان الناس العالم شرير فعلا، ان هو يتهجم على المسيح الوديع البار الذي لم يفعل خطيه واحده ولم ياذي انسان، بيتهجموا عليه كده وسايبين محمد وخايفين من محمد اللي اغتصب وقتل وذبح وسمر الناس عينيها بالمسامير وقطع ايديهم ورجليهم وشق العواجيز. هو ده الدنيا ودي العالم، عالم شرير فاسد لن يقبل، لا يقبل المسيح. والمسيح قال لنا الكلام ده من الاول في الكتاب المقدس، ان العالم هيرفضوكم لانهم رافضيني، واحنا عارفين الكلام ده كويس. بس انا فخوره جدا بالمسيحيين ان هم ما قاموش وما عملوش اي تطرف في الشوارع. شكرا اختي جديدايه، واشكرك على هذا التعليق المهم ولفت الانظار ان المسيحيين ليسوا ناس مشاقبين، بل هم يطالبون بقضيه حقيقيه بدون تخريب وبدون قتل وبدون سفك دماء بالشوارع، بعكس ما يحصل للمسلمين. والجريده الفرنسيه او جريده شارلي ابدو عندما رسمت محمد او رسمت امور مسيئه، شو اللي حصل عند المسلمين؟ قتل وتفجير وارهاب. هذا مهم جدا اشرتي لهذه النقطة، أنا أشكرك جدا. أختي ديفاين، الرب يبارك حياتك، ومحتاج منك أيضا تعليق على هذا الحادث المؤسف اللي حصل في فرنسا. أوكي طيب، سلام المسيح للجميع لكل المتابعين، وشكرا يا كريم. أنا بتفق طبعا مع جدادايا إن إحنا رد فعلنا المفروض يكون مختلف، بس ما يبقاش ضعيف، لأن إلهنا قال لنا جاوب الأحمق حتى لا يصير حكيما في عيني نفسه. بس ما نجاوبش الأحمق بمثل حماقته، ما نتبعش نفس أسلوبه ونفس شره ونتعامل معاه بأسلوبه هو، عشان هو ما يجرناش للشيطان بتاعه. يعني المفروض إحنا اللي نكون مثال ده، يسلكوا حسب مشيئة الرب، حسب القداسة وحسب التسامح والمحبة اللي علمهم لنا الرب يسوع، لأن هو برضو قال اغضبوا ولا تخطئوا. الغضب ده عادي، اي حد يشوف حاجه غلط غصب عنه بيتنرفز بيغضب، بس المفروض نتحكم في نفسنا ان احنا ما نعملش حاجه غلط، ما نروحش ونكسر، ما نروحش نعمل زي ما هم عملوا، لكن بيكون لنا اسلوب اخر. وهقول لكم في الاخر على رقم التليفون المفروض نتصل بيه والايميل اللي المفروض نبعته علشان نوقف الحاجات اللي زي دي، او علشان نقول لهم ان انتوا غلط، جاوب الاحمق حتى لا يصير حكيما في عيني نفسه. أنا بقى عايزة أربط اللي حصل ده بكلام الكتاب المقدس اللي قالهن الرب يسوع، واللي موجود في كتابنا، اللي بيتمثل قدامنا في اللي حصل. يعني اللي أنا شفته بقى في الأولمبياد ده والاحتفال ده، واحدة بتغني ورأسها على إيدها، أدي إرهاب ورعب. وفي أطفال كانت موجودة، واحد راكب على حصان، والراكب على الحصان ده ليه عندنا برضو في سفر أدل ورموز يعني دلوقتي برضو. ما صرفوا ملايين على فكرة، كل هم لعبة حيطان، يعني عند راية أو عند غير راية هو استخدمهم، لأن هم ماشيين طريق الشر. روح ضد المسيح دي روح ممكن تكون في ناس كتيرة، ما هي شخص بينه، لكنها روح وممكن تكون في اختي ديفان فقط للتمنيع، عندك تقطيع والانترنت، اشاره الانترنت غير مستقره، فيا ريت تحركين مكانك. اوكي طيب كده كويس، كلامك مهم محتاجين نسمعه. احسن تفضلي احسن.
اوكي طيب، انا هربط اللي حصل بالكتاب المقدس اللي انا شفته. الست اللي هي بتغني وراسها على ايدها دي بتدل على الشر والقتل والارهاب، وكان في اطفال موجودين، واحد راكب على الحصان. بس فهمينا شو يعني راس عليها. واحده ست في الحفله قاطعين راسها كده وماسكه راسها على ايديها وبتغني. تخيل ده منظر يتحط قدام ناس وقدام اطفال، وجايبين واحد راكب على الحصان. ده اللي موجود في سفر الرؤيا، وهشرح لكم دي علامه لايه. يعني هو الشيطان بيستخدمهم، لان هي دي نهايه الايام، وهوريكم ان الكلام ده موجود فعلا، ان ده هيحصل في نهايه الايام من الايات اللي في الكتاب المقدس. يعني هم صرفوا الملايين دي كلها، وده تصرف مش تصرف بقى شخصي زي الراجل اللي حرق القران، ده تصرف شخصي. لكن دي ناس كلها اتجمعت مع بعضها وعملوا الموضوع ده بروح واحدة، روح ضد المسيح. برضك من ضمن اللي كان موجود في الاحتفالية، كان في طفل، في شوية أطفال كده على الجنب، وطفل ماسكينه، واحد ماسكه من إيديه وداخل بيه نفق، ودي بتدل على شر برضو، بتدل سدوم وعمورة والحاجات اللي كانت بتحصل فيها. راجل وماسك طفل صغير وماشي بيه. العشاء الأخير بيورينا برضو الشذوذ بتاع الناس اللي بيستبدلوا الرجاله اللي هم كانوا في العشاء الاخير على المائده بتاعت الرب، بيستبدلوهم بنساء او ناس لابسين ملابس النساء ومكياجات وحاجات زي كده يعني. واحنا عارفين ان هم مش هيقدروا يعملوا كده في الاسلام، لان هم والاسلام واحد، هي الروح واحده، روح ضد المسيح الشريره دي، روح الشيطان هي واحده، فمش هيخبطوا هم في بعض ويعملوا الموضوع ده بشكل جماعي. كمان المسيح تعاليمه مقدسه، فاي حاجه تكون ضد القداسه هي النجاسة، هي الشر، هي الشيطان. لكن محمد لو حد انتقده بينتقدوه عشان هم عندهم قداسة ورافضين النجاسات اللي هو جي بيها. وطبعا احنا عارفين المقارنات عملناها كتير قبل كده بين التعليم اللي هنا وبين التعليم اللي هنا، بين حد بيقول تسامح وقداسة وطهارة ومحبة، وبين واحد بيدعو إلى الكراهية والقتل والاغتصاب، اغتصاب السبايا والحاجات دي كلها. كل الشرور معروف إن هي أي حد هيعادي الشيطان يبقى هو في الصف الصح، في صف الخير وفي صف القداسة. أي حد هيعادي القداسة يبقى هو في صف الشيطان وفي صف الشر. هم كلهم اجتمعوا مع بعض بما فيهم الإسلام، لأن برضو في آية عن الإسلام بتقول من هو المسيح، ده هو ضد المسيح الذي ينكر الاب والابن. وما فيش حد انكر الاب والابن غير الاسلام. قال لك كفر الذين قالوا ان المسيح ابن الله وان الله ليس له ولد والكلام ده كله. اصلا احنا مش بنقول ان هو ليه ولد، بس دي مش موضوعنا يعني. يعني الرجل اللي هو راكب على الحصان موجود في سفر الرؤيا 6 بيقول لنا ايه؟ فرس احمر والجالس عليه اعطي ان ينزع السلام من الارض، ان يقتل بعضهم بعضا، واعطي سيفا عظيما. محمد جاء بالذبح، ده من ضمن برضك الناس اللي موجوده اللي بيمثلها هذا الشر، لان الشر ده على فكره كمان جمع حاجات قذره جدا. ده في واحد اسمه جيدن امريكان كان عامل فيديو وجايب منظر لواحد من الناس اللي كانوا واقفين في الاولمبياد، يعني بيظهر جزء في جسمه مش المفروض ان هو يكون ظاهر، ففي نجاسات وفي اطفال حواليه، والراجل عامل السهم كمان عليه. يعني دي حاجه موجوده في الاولمبياد في الاحتفال. يعني شفنا دعاره، شفنا نجاسه في الاولمبياد ده، شفنا ارهاب وشفنا رعب وشفنا شذوذ وشفنا كل انواع الشر كانت موجوده. وطبعا احنا عارفين ان الروح اللي هي ضد المسيح بدات بعد المسيح على طول، لان هي القديس بولس قال لنا اللي هي خرجت للعالم، وطبعا كان في الهرطقات، وجت بعدها الهرطقه الكبيره اللي الشيطان استغلها استغلال جيد جدا، اللي هي هرطقه الاسلام طبعا، وجاب التعاليم المضاده للمسيحيه والتعاليم اللي هي ضد القداسه والطهاره. برضو يعني الطبق 111 بتقول لنا بالظبط اللي موجود في رؤيا 6-4، يقتل بعضهم بعضا واعطي سيفا عظيما، بالسيف يعني. في الاسلام بيقول لك ان هو اشترى المؤمنين من انفسهم يقاتلون فيقتلون ويقتلون، يعني ما بين قاتل ومقتول، جاي لنهايه العالم ودمار العالم وخراب العالم. الرقم 8 برضو في رؤيا 6 بيقول لنا فرس اخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاويه تتبعه، واعطي سلطانا على ربع الارض ان يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الارض. احنا شايفين المجاعات في كل مكان، ربع سكان الارض يتبعه، ربع سكان ربع سكان الارض
يقتلب بالفعل بالسيف والجوع والموت بالفعل ربع وبالرش الشتاء الأرض ده العرب هم بنشيل. المسلمين حاليا. يس اها نشوف برضو الآيات اللي بتقول لنا إن ده فعلا هيحصل في نهاية الأيام. بيقول لك في الثانية بطرس، رسالة بطرس الثانية 3 و4، سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين حتى في هوى أنفسهم. طب شوف فسدوا ورجب أفعالهم ليس من يعمل صلاح. وبيقول إيه؟ 101 الأولى يعني 4:1، ولكن الروح في الآية الأخيرة. مرة ثانية عندك طيب تقطيع أغير والإنترنت تاني. غير مستمر. فيا ريت إذا عندك أجهزة أخرى مختصة بنفس الجهاز الروتر أو الواي طيب فاي، يا كويس ريت. كده؟ هو كويس أنا حاليا متهيألي كده بس بقت مرة أحسن. ثانية أنا متابعين هاخد تماما. بالي من العلامة، ساعات بتجيلي العلامة اللي هي الشروط الحمراء. يقول لك ولكن الروح يقول صريحا انه في الازمنه الاخيره يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضله وتعاليم شياطين. فرنسا دي كانت من البلاد اللي بتتمسك بالمسيحيه، انتوا عارفين يعني كانوا بيطلقوا عليها كمان دي بنت الكنيسه، يعني فجاه كده يدخلها الشياطين، واحنا عارفين الشياطين مصدرهم ايه وانتشروا هناك كتير، وهي سمحت بكده عشان كده تبعوا هذه الأرواح المضلة وتعاليم الشياطين وسمحوا للشيطان إن هو يدخل في الأماكن دي. بطرس الثانية 10 و11 بيقول لنا إيه؟ ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة جسورون معجبون بأنفسهم لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد يفترون على ما يجهلون فيهلكون في فسادهم. ده اللي أنا شفته فعلا في الأولمبياد من الناس دي، الناس المغيبة اللي مش عارفة هم يعني مش عارفين هم بيفتروا على مين، وبيفتروا على ذوي الأمجاد اللي هم أصلا ما يصلحوش حتى، يعني زي ما قال يوحنا على المسيح ليس مستحق أن أحل سيور حذائه، يعني بيستهينوا بالمسيح نفسه، يعني الشخصية بتاعت المسيح نفسها واحد لابس كأنه مش لابس لون أزرق كده وجسمه كأنه عريان. وفي رؤية 13:6 بيقول إن ضد المسيح يفسح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه على مسكنه وعلى الساكنين في السماء. وده شفناه طبعا كان في تجديف على الله وعلى يعني على المسيح نفسه وعلى القديسين اللي هم التلاميذ بتوعه اللي هم القديسين دلوقتي في السماء، تم التجديف عليهم بأن هم ظهروا حطوهم بلبس طبعا يعني كأن هم اللي لابسين اللبس دوت، لكن دي أعمال الشيطان طبعا اللي احنا شفناها. واحنا عارفين برضك ان في رؤية 13 و17 برضك بتقول لنا ان الشيطان هو اللي هيكون وراء كل الحاجات دي. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم اللي احنا المفروض نعمله علشان ما نكونش سلبيين، علشان ما نشتركش في اعمال الظلمه دي. في رقم تليفون ممكن نتصل بيه للاولمبياد، يعني بيخص الاولمبياد، انا هقوله رقم دلوقتي للناس اللي في امريكا والناس اللي خارج امريكا علشان يتصلوا ويشتكوا من اللي حصل ويبينوا ان هم ده تصرف حضاري راقي. انا مش هقول احرق وكسر واعمل لان ده مش اسلوبنا، لان احنا الهنا اله قوي، الهنا امين وعادل، واله فعلا صادق في كل كلمه قالها وقال لنا ادافع عنكم وانتم صامتون، مش احنا اللي بندافع عنه. الهنا ما عندوش حصانه بشريه زي ما في الاسلام عنده حصانه بشريه بيسلط الناس تاخد له حقه عشان هو ضعيف، لان هو الشيطان ما فيش في ايديه يعمل اي حاجه غير انه يحرض الناس، هي دي القدرة الوحيدة اللي عنده إنه يحرض الناس، لكنه أعجز من إنه هو يعمل أي حاجة بنفسه، أعجز من إنه هو ينفذ حاجة عايز يعملها، فبيستخدم الناس إنه هو ينفذ اللي هو عايز. لكن إحنا إلهنا قوي وإلهنا هو اللي بيدافع عنا، مش محتاج لنا إن إحنا اللي ندافع عنه. وقال لي النقمة أنا أجاز، ما قاليش أنت انتقم، لكن قال لي أنا بس اللي أعاقب وأنا الحاجة دي في إيدي أنا الواحد. فأقول الرقم بسرعة عشان ما يأثرش على الموضوع بتاعنا الأساسي، يعني لازم أنتقل لمواضيع ثانية وبعدين نرجع لموضوع الحلقة أيضا. تفضل دكتورين. هقول الرقم بسرعة والإيميل بلس اللي هي البلس ساين يعني كلمة زائد 4121
621-6111 اللي خارج أمريكا 011-41-21-621-6111. ياريت تتصلوا يعني تعبروا عن رأيكم في اللي حصل وإن ده ما كانش يصح إن هو يحصل وده تصرف غير لائق. الإيميل press اللي هي P as in Peter R-E-S-S office O-F-F-I-C-E at olympic.org O-L-Y-M-P-I-C.org ده الإيميل بتاعهم. وتقدموا بقى إيه شكاوى وتقولوا يعني تعبروا عن طبعا رأيكم وعن غضبكم في شكل إيميل. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا لمداخلتك معنا وشكرا لهذه المعلومات للإيميل ورقم التليفون. حبايب اللي ما سمعوا الرقم التليفون والإيميل ممكنك أنك تدخل على ويب سايت قناة الآرامية www.abnsad.com تجد الحلقة مسجلة هناك. لينك الحلقة مسجل ممكن تراجع الحلقة مرة ثانية. تكتب الأرقام اللي غالطهم أخي الديفاين لكي تتصل بهذه الأرقام أو الإيميل لكي ترسل رسالة وتعبر عن عدم رضاك على الموضوع اللي حصل في فرنسا. أيضا أخبار أخرى. بس ممكن بس أقول حاجة صغيرة إن رب المسيح قال لنا إن آخر الأيام هتبقى زي أيام سدوم مش هباء. ده اللي إحنا شايفينه منظر سدوم قدامنا أيام لوط وسدوم قدامنا. منظر كان في الأولمبيات واضح جدا كله بيتكلم على الـ LGBT اللي هم الناس دي اسمها ايه المثليين والكلام ده كله. والاطفال دي يا جماعه موجوده مش هباء دلوقتي بيحاولوا يزقوا في موضوع البيروفايلز اسمها ايه اسمها ايه ديفاين اللي هم اللي بيحبوا الاطفال دول اللي هم هي انا بعرفها كده برضو يا فهو البيدوفيليا يا البيدوفيليا يا فهم بيحاولوا يزقوا في الموضوع ده دي من انواع اللفز او انواع الحب ان يكون طفل وانسان كبير عادي وبيحاولوا يزقوا في الموضوع ده ويقول لك ان الشخص اللي بيحب كده هو مولود كده وطبيعته كده وما بيحبش غير كده. فطبعا ده من ده يعني شر الاسلام زي ما انت قلتي يا ديفاين بالظبط ان هما الاثنين من اصل واحد اصل الشرير الشيطان و روح واحده روح واحدة الشرير بالظبط روح واحده نفس روح الشيطان وهاتك اعراض الاطفال بنفس الطريقه. تفضل يا كريم. يعني حتى التعبير خاطئ للاسف الشديد بطريقه تعبيرهم ان الشخص اللي مولود هو بيحب الاطفال وهو مولود كده وهم ما بيحبش غير كده لا يحب 100 سنه. أطفالنا مش ضحية لك لهذا الشخص إنه شاذ جنسياً يذهب إلى جهنم وبس المصير. شو بنسوي له يعني؟ يعني مثل واحد يقول لك أنا مولود أقتل الناس ومولود إرهابي وبحب كده ما بقدر غير عادتي. اسمح لي أقتل زوجتك أو أقتل ابنك يعني. أنت تعرف في البداية بتاعت المثليين وكده لما كانوا بيكلمونا ويقولونا طب هم كده قلت لهم طب ما هو البيروفايل كده برضو بدوفيلي كده برضو هو ما بيحبش الاطفال كده ما ينفعش كده ما فيش حاجه اسمها انت كده ما فيش حاجه اسمها انا مثلي انا كده انا ما بحبش الحدود ما تأذي الاخرين. انا ابني مش ضحيه تتحرش بابني الطفل الصغير علشان انت مولود كده فدي كارثه. كيف نعيش احنا يعني ببسطكم انتم بهاي الطريقه ولو حتى لو كنتوا اغليه غليلين جدا فيجب انك تحترمون انفسكم. هذه النقطه الاولى اللي تكلمنا عنها في فرنسا. وطبعا رد المسيحيين كما اخويا جورج قال كان عظيم جدا جدا واعتذرت الهيئه لكن الاعتذار لا يفيد. يجب ان نعبر عن غضبنا دائما بهذه الطرق السلميه والصلاه والترانيم ويجب ان نتصل ونتكلم. هذا موضوع مهم جدا وانا اشكر الكنيسه انها صاحيه لهيك مواضيع واشكر العالم بالكامل انه تعاطف مع هذا الموضوع. وحتى السيده ترامب ايضا سالوا عن هذا الموضوع وقال هذه اساءه جدا وأنا حزين جدا لما يحصل في فرنسا وهذا أيضا تأثير على الرئيس ماكرون من رؤساء آخرين أنهم غير راضين عن هذا التصرف يحصل في دولة فرنسا. فهذا أيضا موضوع مهم جدا من الرؤساء والكبار اللي علقوا على هذا الموضوع. هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية اللي حصلت الآن وفي الأيام أيضا الغليلة الماضية، هناك كان تنصيب لرئيس الجمهورية مسعود بازشكيان، لأن الرئيس مات الأول اللي هو رئيسي انفجرت به الطيارة أو تم قتله أو تم اغتياله، لحد الآن إيران لم يقول الخبر الشفاف، وجابوا رئيس جديد بعد الانتخابات، عملوا سيناريو ولعبة وجابوا انتخابات وجابوا رئيس، ودعوا رؤساء الدول أن يأتون في هذا الاحتفال. من ضمن هؤلاء الناس الرؤساء المدعوين كان إسماعيل هنية، مطلوب أمنيا ومع على الغائمة واللوحة والغائمة السوداء لجميع الدول حتى الـ FBI check، وهو مصنف شخص إرهابي لأن هو يقود المكتب السياسي لحماس، هو رئيس المكتب السياسي لحماس والاتصالات وهذه المواضيع. إيران وضعته في غامة في فندق، هذا الفندق خاص به، الأمر غامض جدا، الفندق هو خاص به وخاص بأربع خمس أشخاص غيره كلهم من الإيرانيين، الرؤساء الآخرين مثل رئيس قطر كان في فندق آخر، رئيس ما بعرف مين من دولة تانية كان في قطر آخر، المندوب اللي جاي من روسيا كان في فندق آخر، كلهم كانوا في فنادق، ولكن هذا كان في فندق منعزل في شمال طهران، وهذا الفندق هو مش فندق، هو مثل البيت كبير ثلاث طوابق، وهذا البيت يعبر عنه بالبيت، هذا البيت هو لغدماء السياسيين الإيرانيين، يعني من الحرس الثوري كانوا ناس يسكنون هنا، ولكن بزمن قديم كانوا موجودين هنا في الشالو مش موجودين الآن، فهذا المكان نظفوا أو جددوا ووضعوا إسماعيل هنية به مع الشخص المرافق له، وجاء صاروخ دخل عليه من الشباك، صاروخ يسمون هذا الصاروخ الحراري الذكي، هذا الصاروخ الحراري الذكي هو ما بيعمل تفجير كامل للمبنى ولا بيضرب يعني ضربة كبيرة، هو بيضرب النفر الشخص الموكل به، هذا الصاروخ حديث جدا ولا تمتلكه كثير من الدول العالمية اليوم، قليل من الدول تمتلك هذا لأن هذا خطير جدا، وهذا يوصل إلى الهدف يشتغل على الجي بي اس وفي جهاز كمبيوتر داخل الصاروخ، وقصص وروايات وحكايات وحتى صوت ما بيه. وهو سلاح إسرائيلي. هو إسرائيلي هو إسرائيلي. بنيامين نتنياهو طلع على التلفزيون وقال أنا أرجو من جميع القنوات الإسرائيلية والسياسيين اللي موجودين لا يعلقون على الموضوع، يعني الموضوع سري لا حد يتكلم عليه، ولكن هناك قنوات غير رسمية هي إسرائيلية نعم ولكن هي غير رسمية غير حكومية قالت إن الصاروخ أطلق من غواصة، والغواصة داخل المياه في بندر عباس مياه إيران البحرية، داخل المياه هذه الغواصة جاية من مكان بعيد ووصلت داخل المياه، عملت هذه نفذت هذه المهمة ورجعت. إسرائيل لم يتكلم رسميا على هذا الموضوع، إيران اتهم دول أخرى لم يذكر اسمها، إيران قال الدول الجارة أطلق منها الصاروخ، ما نعرفه يقصد العراق أو يقصد لبنان أو يقصد سوريا أو يقصد تركيا لأن تركيا أيضا جارته، أو يقصد أفغانستان، هذه الدول كلها متهمة، إيران اتهمة ولكن اتهم غير مباشر لم يوجه لأي دولة، قال إحدى دول الجار أطلق منها الصاروخ. طبعا التحقيقات لحد الآن بإيران مستمرة لا يعرفون الخبر، البعض من الإيرانيين الداخل إيران أيضا مثل المكتب الأساسي للحرس الثوري قال لا هو أطلق من طيارة مسيرة، فهم ما عارفين من جاء وكيف جاء، والفندق هو في حتة بعيدة جدا عن المنطقة، يعني هو حاطين مكان منعزل، حتى مثل ما إيران الآن أعطى رواية الحرس الخاص به والفندق في حرس مشدد، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الفندق صوروه ناس من الإنستغرام، شفت صور كثيرة له، ناس الصورة عاد تمشي بالشارع والصورة لا حرس ولا أي شيء. فالقصص والروايات والحكايات إن ما هل إيران أعطت هنية طعمة باردة إلى إسرائيل؟ لا. هل في اتفاق بين إيران وإسرائيل؟ لا يعلم، ما حد يعرف، السياسة عميقة جدا. بس أنا عايز أقول لك حاجة، إسماعيل الخطيب اللي هو كان وزير المخابرات في إيران قبل، يعني أنا مش عارفة فين ديفاين راحت يا جماعة، لو هي موجودة
اسماعيل الخطيب قال انا ايام لما كنت ماسك ده السابق، اسماعيل الخطيب ده السابق وزير المخابرات، لما كنت ماسك انا من انجازاتي ان انا منعت اعمال الموساد لل assassination، يعني اللي هو اللي هو ان انت تموت واحد يعني كده، اسمها ايه assassination اللي هو اغتيالات. انا منعت عمليات الاغتيالات في ايران من اسرائيل، وده من انجازاتي. عايز اقول لك ان اسرائيل اسرائيل يعني البيلدينج اللي هو اللي كان فيه اسماعيل هنيه كان جنب قريب جدا من البيلدينج، من المبنى اللي فيه الرئيس الجديد. اسرائيل وصلت لهم رساله ان انا لو عايز اقتل اي واحد فيكم جوه ايران اقدر اعملها. ودي كانت ضربه كبيره وكانت صدمه على ايران، لان هي كانت فاكره انه مش ممكن اسرائيل تقدر تضربه من جوه البلد، يعني مش ضربته مثلا بطيران، من مبنى اخر جانب المبنى بتاع اسماعيل هنيه، ومن جوه البلد، من جوه ايران اتضرب جوه البلد. وده حاجه ما كانتش بتحصل قبل كده، بس اسرائيل بعتت لهم، يعني دي رساله كانت قويه وكانت صدمه كبيره على ايران ان هي تحصل من جوه ايران مش من بره. هو بالفعل الامر عجيب وغريب، وشغل التكنولوجيا يعني عميق جدا في هذه الحكايه، لان الصاروخ طلعوا منه شظايا، والشظايا موجوده بقنوات اخباريه تلفزيونيه رسميه ايرانيه، طلعوا الشظايا حاطينهم قطع من الصاروخ ولحمدوا يعني بعض الاشياء بدون يفهموا شو شغل الصاروخ وشو حكايته، يعني اكدوا انه صاروخ. للعجب والغريب ان الفندق لم يخرب منه شيء، بس الشباك كل شيء ما خرب منه. فندق يضرب بصاروخ، ومش فندق، وبيتهم اربع طبقات او اربع دورين. لا هم دورين اتدمروا، دورين من المبنى اتدمروا، اتاخدوا حفره كده. لا بس الشباك لا. لا انا شفت في حفرة كبيرة واخدة دورين في هاي الأخبار اللي بتشوفونها، ما أعتقد تكون صحيحة، بس داخل إيران، لا داخل إيران بس ده اللي أنا شفته. هاي هذه أخبار ناس أنواع، في طيارات طلعوا، في أشياء طلعوا كثيرة، بس هذه أخبار غير رسمية. بس الأخبار الرسمية تتكلم على الشباك، بس شباك مفتوح مكسور الجام، وداخل من الشباك وداخل على السرير النوم مباشرة الساعة 2 بالليل. قتل هو وأحد المرافقين له اللي كان في غرفة جنبه، يعني المكان اللي هو كان به خصيصا جاي هذا الصاروخ يعني. فهذا كيف، من اين، متى؟ بنيامين نتنياهو قال لا احد يعلق على الموضوع. امريكا ايضا تقول احنا ما عندنا اي علم بهذه العمليه، احنا سمعنا كما العالم سمع الاخبار، ولكن ليس لنا علم مسبق بهذه العمليه. خامنئي يهدد بمسح اسرائيل مجددا، يقول اسرائيل لازم نمسحها من الارض، والضربه الغاضيه راح تكون في الايام الغليله الماضيه، الأيام الغليلة المقبلة العفو، ولكن حد الآن ما نعرف له أخبار. افتكرت المبنى اللي أنا بكلم فيه اللي هو بتاع فؤاد شكر. فؤاد شكر اللي في اللي سيارة. دورين ده الدخل. لا ديك عملية غصفية، ديك معروفة، طيارة غصفت يعني، لأن لبنان غريب جدا من إسرائيل، من أراضي إسرائيل، بس إيران شوي بعيدة. هذه الفكرة اللي هي حصلت الآن. قطر أيضا تستهزئ بإيران وتقول إسماعيل هنية لمدة 295 يوم، أنا ما أعرف كيف حسبوهن، وفي إغامة كان موجود في قطر، أقوله كان يمشي بشوارع قطر، وكان يحضر الاحتفالات، وكان يطلع على التلفزيون، وكان يمارس خطاباته ويمارس عمله السياسي على السوشيال ميديا والإنترنت والقنوات التلفزيونية، لا يوجد أحد تعرض له بخطر. شو المعنى دخوله إلى إيران من بعد ساعتين من دخوله إلى إيران تم قتله؟ هل إيران دولة غير آمنة؟ هذا أيضا لأن ده ممكن يكون اغتيال يا جماعة تبع الاغتيالات بتاعت الصعوبة، ما كلهم كانوا بيموتوا من نفس المنظر ده. هو تركيا في الناتو، جزء من الناتو، اسمه ناتو، اسمه بالعربي. فهو ما الموساد ما يقدرش يعمل حركات فيها جوه، لكن يقدر بره. هو أكبر غلطة عملها اسماعيل هنيه انه طلع بره، طلع بره تركيا وراح على اسمه ايه ده، وراح على اكبر غلطه عملها. النقطه الثانيه والمهمه جدا اللي علقت عليها كثير من القنوات الاجنبيه والصحافه
والعالم العربي ايضا لازم ايضا نذكره هنا، اسرائيل لو كانت دوله عدائيه وتريد تقتل كل الناس كانت باستطاعتها مثل ما ضربت هنيه كانت تضرب مبنى اخر وهو ممكن يكون في راس المنطقه يبعد تقريبا 3 كيلو او 4 كيلو عن هذا المكان، وهذا كل الوزراء كانوا موجودين به، منهم الرئيس الايراني كان متواجد هناك. فاسرائيل لم تريد تعمل هذه العمليه، مثل ما ضربت هذا الصاروخ ممكن تضرب صاروخ اخر واكبر واكثر متطور وتهدم المبنى بالكامل وكلهم يموتون. ولكن اسرائيل لا تريد الحرب، ليست دوله عدائيه من خلال هذا المنطلق. انا لا اغمض عن لسان اسرائيل لان العالم علق بهذه الطريقه. قال هم في اشخاص مطلوبين، واسرائيل عندما علقت عليه المتحدث الرسمي باسم اسرائيل افيخاي ادرعي قال اسماعيل هنيه متورط في قتل اطفال فلسطينيين ومتورط في خطف بنات ونساء اسرائيليات في السجون يغمعون، وتم التواصل معه عده مرات من خلال الايميلات انه يطلق الاسرى ولكن هو ابى ان يطلق الاسرى ومصمم جدا الاسرى يكونون موجودين، لهذا السبب يجب قتله. فوضحوا الحجه ووضحوا كيف قتلوا هذا الشخص بس، حتى المبنى حتى البواب اللي بالمبنى لم يضره شيء. طب كريم في بواب المبنى لم يضره اي شيء. I want to tell you something like الناس بيقولوا ان الفلسطينيين مش هم حماس وحماس مش فلسطين ومش عارف ايه وحماس حاجه والفلسطينيين غلابه دول حاجه تاني. شوف المظاهرات اللي جوه الويست بانك الضفه الغربيه مش حتى غزه، جوه الويست بانك واقفين بيعملين مظاهرات على موت اسماعيل هنيه. لا لا اسماعيل الفلسطينيين اولادهم حماس، اولادهم راحوا في جيش تجنده واسمه حماس. يس ما ينفع تقول مثل الحشد الجمهوري الايراني ما له دعوه. كانوا بيقبلهم المختطفين، الناس المختطفين دول كانوا بيستخبوا في البيوت واصحاب البيوت بمكر بينقلوهم من بيت لبيت وعلى انهم مدنيين. طبعا اسرائيل بتخليهم تعاقب يعدوا سايباهم في امان طبعا لانها مش بتضرب المدنيين وما عندهاش اي مكر ضدهم. لو يعني انا بقى لو الوضع عكسي واسرائيل هي اللي عندها نفس الافكار والتعاليم الاسلاميه كانت قضت على الدول الاسلاميه كلها. شدوا شدوا اخوانا، لكن ولا اسرائيل ولا امريكا عندها التعاليم الشريره الاسلاميه، وعلشان كده يعني هم اكبر دول ومع ذلك الاسلام لسه موجود في العالم. هذا يعني دي برضو ان اختلاف الالهين. أنا عايزة أقول حاجة، إن هو لما إسرائيل قتلت الإرهابي نفسه ومفيش هو مدنيين ولا حاجة they criticize Israel again. اسمها إيه؟ أدانوا إسرائيل وهو والناس ماشية في شعب. طب أنت دلوقتي عمال تقول الإسلام مش هو التطرف والتطرف حاجة والإسلام حاجة ودول إرهابيين وإحنا حلوين، ولما يجي إسرائيل تقتل الإرهابي تقوم أنت تنزل في الشوارع وتعمل انتفاضات وتعمل الكلام ده كله، ده دليل ان الاسلام هو الارهاب نفسه، والكلام اللي انتوا بتقولوه كلام فاضي. الكلام المسلمين بيقولوه ان احنا ناس معتدلين واحنا مش حماس، الكلام كل ده كلام فاضي بدليل الهياج اللي قايم. ومش بس على فكره ايران بس اللي قالت احنا عشان اسماعيل هنا كان في بيتنا فاحنا هنقوم نحارب، مش بس ايران اللي هتحارب، قالت from many fronts، يعني من سوريا اسرائيل هتستقبل ضربات، من سوريا متوقع تستقبل ضربات من سوريا، العراق، لبنان، حزب الله، وايران. كل البلاد دي هتتحد مع بعض تضرب في اسرائيل عشان خاطر اسماعيل هنيه الارهابي مش مدنيين. اتفضل. زي ما احتفلوا بن لادن قبل كده اللي قتل الابرياء، دايما بصي يحتفل واحد يبتدي هو بالارهاب من غير ما حد يعمل له حاجه والناس كده في حالها والناس في امان، وتبص تلاقيه يبتدي بيها يفرحوا المسلمين في كل مكان، وكانوا بيوزعوا حلويات. يعني حتى في ناس في امريكا هنا وقالوا ان في ناس اللي هم الفلسطينيين كمان وغيرهم من المسلمين، كانت في ناس برضو فرحانه باللي حصل وبيحتفلوا بيه. لما بقى يجي الشخص ده تيجي امريكا مثلا تاخد حقها ولا حاجه يقول لك يا شوفوا عملوا فينا وسووا فينا، طب ما بتبصوش ليه على اللي بادئ؟ عارفه في مقوله قالها مش عارفه مصطفى كامل ولا سعد زغلول، عجبت لقوم عندما يرون
ضارب ومضروب يطلبون من الضارب أن يتوقف عن البكاء ولا من المضروب أن يتوقف عن البكاء ولا يطلبون من الضارب أن يتوقف عن الضرب. هي دي الأبروش بتاعتهم وهي دي السياسات بتاعتهم وهو ده يعني العقلية العربية دايما يلوم على المداخلات، لان موضوعي ايضا ما عندي عندي وقت لموضوعي وراح نتكلم على احداث في لبنان ايضا، بس خلينا اخذ صبري ايضا معي اخوي صبري العابري. تحياتي اخ كريم، سلام المسيح يملأ قلوبكم جميعا. تحياتي نعم وسلام تملأ قلوبكم استاذي اخ كريم وكل الاخوه الموجودين واخي بوس، تحياتي لكل الاخوه الموجودين. طبعا اله الاسلام واله المسيحيه هو ليس نفس الاله ويستحيل، وبدليل أنه الإله نفسه لكاتب القرآن هذا الإله لا يفهم في العقيدة المسيحية شيء. نحن في المسيحية موجودة سفر التثنية، يعني نستدل بالعهد القديم التثنية 6-4 يقول اسمع يا إسرائيل أدوناي يهوى أدوناي أحد، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وعندنا في إنجيل مرقس إصحاح 12 العدد من 29 إلى آخر نص يقول أنه الله أو أن أعظم الوصايا أن تحب الرب إلهك من كل قلبك، وهذه من أعظم الوصايا. فإلهنا نحن إله واحد، ونحن لا نقول أنه عندنا ثلاث آلهة. طيب شو رأيك بسورة العنكبوت إلهنا وإلهكم واحد؟ ما هي هذه، لو احنا بدنا نطبق هذه الآية، طيب احنا نعبد الرب يسوع المسيح، هل المسلم يعبد معنا الرب يسوع المسيح؟ بالفعل المعقدم لازم هو ينضم إلينا يعني. فهمت أخ كريم؟ طيب قلوا أنا بعبد الرب يسوع المسيح. أنا هذا إيه؟ لازم هو ينضم إلينا، مش احنا نغير على يرضيه. بالضبط. هذا غلط يعني. سورة العنكبوت خلينا نشارك أيضا مع الحبايب في سورة العنكبوت الآية 46، لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. مين مسلمين؟ المسلمين هم مسلمين لإلهنا ولا إحنا مسلمين لإله؟ تفضل صبري. شكرا شكرا لك أخ كريم. طبعا يعني هذه اللخبطة يعني، ويأتي في سورة النساء ويقول لك يعني يا أيها الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح رسول الله وكلمته وروح منه، يعني ولا تقولوا ثلاث، يعني هو قال إنهم ثلاث، يعني كلمة ثلاث لا تقولوا ثلاث انتهوا. راح رجع في كلامه وقال لا ما تقولوش إنهم ثلاثة، قولوا يعني. فهذا الإله يعني عنده انفصام. فيجي المفسر القرطبي يعني يعدله تحت يقول لا، المسيحية يعني أجمعت بكامل فرقها وبكامل طوائفها، يعني البروتستانتية والكاثوليكية والأرثوذكسية أجمعوا كلهم على أنهم يعبدون إلها واحد، ولكن يقيمون على الإله يعني. فكيف أنت يا ربي لا تعلم؟ فهذا لي يستحيل أنه يكون نفس الإله، لأنه الله عنده نفس الخطة دائما يتماشى مع تدريجيا نحو الأفضل. فالله عندما خلق آدم أعطاه الوصية، بعدين إجا أعطاه شرائع، وبعدين لما الإنسان صار أكبر وصار يفهم أحسن فإجا أعطاه حرية وأعطاه حياة مع الرب يسوع المسيح. يستحيل أنه يرجع لورا. الإله الإسلام يتردد، وهذا حديث صحيح تردد. أنا يعني حديث صحيح لابن تيمية، خليني أجيب لكم الحديث وأعرضه لكم على الشاشة. الله يتردد في الإسلام، تردد الله. فالوحيد الذي يتردد اللي هو لا يعرف عاقبة الأمور، فالله أكبر طبعا لا يعرف عاقبة الأمور، وهذا الفعل اللي يخليه يتردد. وهذا من قلب كتبهم ومن حديث قدسي، يعني حديث قدسي الله هو الذي يتكلم عن نفسه. الكتاب ثواني أعرضكم المصدر. فيك تفتح الكاميرا عطانا هذا حديث شريف قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو أشرف حديث رواه في صفة الأولياء. وقد رد هذا كلام طائفة وقالوا إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عاقبة عواقب الأمور. الله أكبر، فعلا لا يعرف عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم أن الله يعامل معاملة المتردد. هذا من كلام ابن تيمية. هل نجيب المرجع؟ وهنا كلام ابن تيمية يرد عليهم، شو يقولهم؟ والتحقيق أن كلام رسولي حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح لأمته منه، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك، كان المتحذلق والمنكر بدأ شتيم، يعني مثل ما يعملوا التانيين، يعني حتى ابن تيمية لما يرد بدأ يشتم. كان المتحذلق والمنكر عليه من أظل الناس،
وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره يعني جلده، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إليه ابن تيمية ما قدرش يرد عليه الحديث هذا، كونه إليهم هم يتردد يعني. فهذا هو حقيقة هذا الإله المسلمين، لاستحيل كونه يكون الله الخالق القدوس يأتي في سورة النساء 24 ويقول فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. سبب نزولها يقول يعني أجمع القرطبي والطبري وابن كثير أنه في سبب نزولها بحديث صحيح في البخاري، أنه إن يعني أن النبي لما غزوا بنات فقالوا له يعني رسول الله لنا نقدر أن ننكحهم لأننا نعرف أزواجهم كفار، فنزلت الآية لتحل فروجهم يعني. إخواني تكبس على الشاشة حبايبي، الله إيد واحدة حبايبي، إيد واحدة نكبس على الشاشة. ومعنا أخونا صبري، حبيبي صبري أبوه معنا أرجوك، وأيضا علشان المتابعين أيضا يكبسون ويشاركون الحلقة. أمين، أنا طلعت معاكم شفت البث نازل أخ كريم، قلت خليني أصعد مسنة البث. إحنا بعد مجيب الأرامية غنى التلفزيونية، كبسوا حبايب كبسوا كبس اخواني كبس وشاركونا الحلقة مع الاخرين. طيب اختي افنان، انت اعتقد انت معنا؟ اي بي انا راميك، اختي افنان انت موجودة معنا؟ سلام ونعمة لك، كيف حالك؟ سلام المسيح، شكرا لباب وانتو كيفكم؟ طيب حالك على الموضوع السياسي اللي حصل في العالم، ولا بدك تعلقين على الهنا ولاكم او اله المسيحية؟ بدي أعلق أولاً على الموضوع تبع الإله بين المسيحيين والإسلام. أعطي الإله الإسلامي. الإنترنت عندك بيقطع، صوتك بيقطع، عندك صدى. أوكي، راح أقطع الآن وبعد دقيقتين أو هكذا راح أعطي مداخلتي. أوكي. اوكي، احنا نريدك ترجعين بس يكون الصدى اللي عندك بالغرفه، ممكن تبدلي المكان اللي عندك علشان الصدى. انا رايحه لغرفتي الان، كنت برات البيت، فراح لما اصلح. خذي وقتك ومحتاجين نسمعك ونسمع مداخلتك ايضا. طيب اختي جديداية، تفضلي خلينا ندخل في الموضوع مباشره. هل اله الاسلام هو اله المسيحيه؟ ديفاين هي تبتدي عشان هي اللي محضره الموضوع ده، فخليها تبتدي وبعد كده نخش. تفضلي يا ديفاين. ديفاين تفضلي، المايك معك وابتدينا في الموضوع. هل اله الاسلام هو اله المسيحيه؟ طبعا بالتاكيد لا، لان الهنا مش ضال، الهنا جاي بالخلاص والفداء، الهنا مش بيفتن ويغوي، الهنا مش بيلقي البغضة والعداوه، لكنه جاي اله محب لكل البشر وبيوصينا بالمحبة. فمش ممكن يكون هو نفس الإله. إلهنا قال الذي يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، التاني بأقسم أنه هو يضع كل الناس في جهنم، وأنه هو لو أضل حد ما حدش هيلاقي له أي سبيل أنه هو يرده. فهنقول الآيات ديت كلها، بس أنا عايزة أبتدي بحاجة مهمة قوي كده موجودة في لويين. هبتدي من العهد القديم كمان. في لويين بيقول لنا إيه؟ كل الحاجات الموجودة في لويين تم كسرها، مش بس بمحمد، محمد وإله محمد. هنشوف الآية اللي في لويين 20. بيقول إيه؟ وإذا اتجع رجل مع كنته فإنهما يقتلان، كلاهما قد فعل فاحشة، دمهما عليهما. ونلاقي إله الإسلام في الأحزاب 37 هو بنفسه. ده مش خطأ بشري بقى، ولا مثلا نقول الناس مش معصومة، حتى الأنبياء مش معصومين، أوكي، لكن ده الإله بقى نفسه قال لنا في الأحزاب 37، قال لنا إيه؟ ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. مين هو اللي هيتجوزها؟ مرات ابنه كنته، اللي إلهي أنا قال يعني محرم إن الراجل يتجع مع كنته. إله الإسلام كسر ده، ده دليل إن هو عدو الإله القدوس، لأنه هو بنفسه اللي أكبر كمان محمد، عامل نفسه إن هو أكثر قداسة من إلهه، ورافض يتجوز زينب، وبيقول زيد
امسك عليك زوجك، لكن الإله مصمم ويقول وتقول الذي أنعمت عليك. يلعب عين فيلم هندي عامل نفسه ان هو احسن من الاله، فالاله بيقول له ايه مصمم، لا لا انت. وبعدين بيكشفه كمان حتى وهو بيقول له، بيقول له ايه وتخفي في نفسك ما انا مبدي، يعني انا عارف اللي في الصدور وعارف اللي في نفسك انت هتعملهم عليا انا. يعني تقول لزيد لا امسك عليك زوجك وانت اصلا عايزها، لا انت انا هجوزها لك. فازاي الاله ده يكون هو الاله ده؟ ده اله يعني بيحرم الحاجه دي وبيحذر من ان حد يعملها، وبيقول ان دي بتستدعي القتل، تستوجب القتل، ان واحد يضطجع مع زوجة ابنه اللي هي كنته ويجي التاني هو بنفسه بيجبره وبيجوزها له. ازاي يعني انا الهي في لما داود عمل كده عملها من نفسه كبشر، خطأ منه، لكن الاله غضب على داود. فما ينفعش ان يكون نفس الاله اللي غضب من حاجه زي كده هو اللي بيخلي الناس تعمل. اختي ديفاين، هو بالنسبه لمحمد هو كانت الخطه، هو عندما عارف انه يستحيل انه يجيب اطفال فقام بتزويج زينب حتى تحبل من زيد وبعدين يطلقها منه حتى بعدين الابن يصير للفراش ابنه هو، ولكن فشلت خطته يعني. وهذه هي الحقيقه يعني، محمد كان بده ولد باي طريقه يعني، فهذا وخلص من زيد بعد كده، هو اللي موت زيد، بعته في حرب غير متكافئه وهو اصلا مش مستعد لها في مؤتة ومات. اي لكن هو اللي بده اياه هو كان بده ولد، فباي طريقه بقى ارسل عيسى تستبدع من عند صفوان وما نجحتش الفكره، فخلاص خلى زينب تتزوج زيد وبعدين طلقها منه مشان ياخذها حامل والولد الفراش. الله ما سابهوش بقى، الله ما سابهوش، خلى ذلك يتورم منه فما قدرش يقضي منها وطرا، فهو الله تدخل في الموضوع وكسر كلام الله نفسه اللي هو قال يقضي منها وطرا، كسر كلامه وخلاه ما يقضاش منها وطرا وتورم ذلك منه. الحاجة الثانية برضو ان في الأحزاب برضو رقم 6، يعني ده إله بيعمل إيه خلط في الأنساب، اللي هو بيقول لك لا الإسلام منع حاجة زي كده. طب ما أنت يا إله قلت في الأحزاب 6، قلت إن زوجات المؤمنين زوجات الرسول أمهاتهم، إن الله اشترى المؤمنين من أنفسهم، وإن زوجاته زوجات النبي اشترى من المؤمنين أنفسهم وزوجاته أمهاتهم. طيب يعني أنت يا إله يا اللي كاتب الآيات دي مش عارف ان زينب، يا اما مش عارف بقى الغيب وان زينب هتتجوز الرسول وانت اللي هتجوزها لهم، يا اما عارف الغيب وقبلت ان انت تخلي اتنين يشتركوا في واحده. اختي الغالي انا اعطيك دليل، اعطيك دليل، حتى امهات المؤمنين نفسهم ما كانوش يعملوا بهذا الكلام. طيب عائشه مش ام المؤمنين صح ولا لا؟ ما هي من ازواج الرسول، طيب ليش كان اي واحد يدخل عليها ترضعه؟ ما هي امه وهي بايه قرانيه، خلاص هي صارت حرام عليه اي قراني، ليش كل واحد يدخل عليه يترضعه؟ فهذا الكلام يعني هم نفسهم امهات المؤمنين لا يعملون يا بيناقض نفس هو بيناقض نفسه. انا عندي ملايين الادله انه لا يوجد حتى لشخصيه اسمها محمد يعني، ولو حبيتوا يعني تعطوني من وقت دقيقتين اثبت لكم انه يعني محمد كشخصيه اسلاميه لا وجود له، وبالتاريخ وبالدليل يعني. يعني المسلمين ممكن لما نخلص الموضوع بتاعنا الاساسي نتكلم في الموضوع ده. موضوعنا هو الاله في الاسلام والمسيحيه. اخويا صبري ممكن في الحلقات المقبله نعمل هذا الموضوع ونضيفك في حلقه خاصه، شو رايك؟ امين امين حبيبي امين، انا معك. ممكن نعمل حلقه في الموضوع ده، بس انت لازم تبقى موجود عشان تقدم انت الماده دي يا صبري. هل محمد شخصيه حقيقيه؟ عشان في ناس اثبتوا ان هو شخصيه وهميه صح، حتى عيسى شخصيه وهميه كمان. مظبوط عيسى يعني ايه؟ حتى عيسى ما هو اللي اخترع وهمي، اذا كان اللي هو اخترع عيسى وهمي اصلا. ما بني على باطل فهو باطل. في حوارات مستقبليه راح نتكلم عنها. طيب تفضل اختي ديوان كملينا الماده اللي عندك علشان ننتقل على اختي افنان منتظرانا يعني. طيب انا بس عايزه اقول يعني في مخالفتين هنا اتعملوا، لان المفروض ان واحد ما يكشفش عوره ابوه ولا الراجل يتجوز كنته، لكن هنا في مخالفتين، لان الاله وهو عارف وبيقولوا ان كاتب في اللوح المحفوظ
المفروض انه عارف الغيب لان اللوح المحفوظ منذ الازل مع الاله. فهو قال ان زوجاته امهاتهم، يعني زيد ده زينب هتبقى امه. الاله عارف، احنا مش عارفين، محمد مش عارف وزيد مش عارف، لكن مش الاله عارف ان دي هتبقى امه في المستقبل. ازاي يخليه يتجوزها الاول وبعد كده يجوزها لابوه؟ دي مخالفه تانية عند اله الاسلام نفسه اللي بتثبت لنا ان هو عدو الاله بتاعنا، لانه عمل كل حاجه وبتشريع الهي مش تصرفات بشريه. في بقى حاجه تانية برضو عملها بقى محمد برضك وكسر بيها قداسه الاله، وبتدل على انه مش ممكن يكون من نفس الاله ده هو اللي بعت محمد برضو. يعني مش بس ان الاله مش هو الاله ده، حتى مش استحاله ان يكون هو محمد نفسه تابع لنفس الاله، لان بيقول لنا ايه برضو، اذا اتجع رجل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه، يحملان ذنبهما يموتان عقيمين. دي في اللاويين 20:20. محمد اتجع مع فاطمة بنت أسد اللي هي مرات عمه في القبر، وقالوا له احنا ما شفناكش عملت حاجة زي دي قبل كده. قال لهم وانتوا عارفين القبر قد ايه، يعني متر في متر. بيقول لهم ايه، لبستها قميصي واتجعت معها علشان ايه، يعني اخفف عنها ضغطة. ما يقول لك هنا يعني المسلم يأتي برقة يقول لك لا استجع معها، بمعنى يعني أنه نام استلقى معها في القبر وليس بمعنى والقبر يعني ده قد إيه؟ لا بس لما تيجي اتجع لوحدها يعني نام، اتجع مع يعني حاجة تانية، دي معروفة في اللغة يعني. اتجع مع بمعنى النكاح الإسلامي. ايوه ليه ما قالش اتجع بجانبها؟ ليه ما قالش اتجع بجانبها؟ فين جانبها يا ماما؟ انت القبر قد ايه؟ ده على بيبقى على قد فرد واحد. يعني اتجع معها كان متجع على الهوا يعني؟ لا ده كلام طبعا ترقيع. ده خفف عنها عذاب الغمر. يخفف عنها، ما عملوش مع اي حد، ولا حتى مع بنته ولا مع عمه نفسه. اشمعنى مرات عمه؟ حتى مع زوجته لم يعمل. يا ما مرات عمه كان في حاجه تانية فضحته فيها عائشه، في حاجه فضحته فيها عائشه موجوده عندنا في لاويين برضو 20:18. واذا اتجع رجل مع امراه طامس وكشف عورتها عر ينبوعها وكشفت هي ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهم. شوفوا كم مخالفه عاملها ضد الاله القدوس بتاعنا. يعني الاله بيقول ممنوع انك انت تتجع مع امرأة طامس، جات بقى عائشة فضحته وكان يتجع معها دايما وهي ايه، حائض. والاحاديث كتير وفي البخاري، يعني عشان محدش يجي يقول لك لا ده يجيب ترقيعة ولا حاجة. لا البخاري هو تاني كتاب بعد القرآن، وهو قال لنا الاحاديث دي اللي عائشة فضحته فيها. ممكن نجيبها يعني الأحاديث، بس أنا هاخدها تكبيس رجان. لا خلونا في الموضوع نفسه علشان أنا عندي مداخلات أيضا ومنتظر أختي فنان ينزلت، ما أعرف ليش أعتقد طولنا عليه. يا ما دي من ضمن الحاجات اللي كسرها، دي من ضمن الحاجات اللي كسرها، وعشان هو سرق من عندنا ومش فاهم بيقول إيه. كبسوا أخواني كبسوا. لكن حياته اللي هي مليانة نجاسة وجاية من الجاهلية، وكل الممارسات بتاعت الجاهلية كان بيعملها، هي دي اللي كانت بتعبر عنه، بتدل على انه هو نبي كذاب وكان بينقل مش فاهم. لان في سوره البقره 222 هو نقلها من دي، من لاويين 20:18، ان هو مش المفروض ان هو يتجع مع امراه طامس. فقال لك ايه، ويسالونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء، يعني ما تجيش جنبهم، وكمان اذى وكمان ايه، ولا تقربهن. هل هو ما قرب لهمش ولا كان بيباشرها برضو؟ المسلم يقول لك لا بيعمل كل حاجة إلا الكذا. طب ما هو قال لك لا تقربهن حتى يطهرن، يعني هي لسه مش فترة طهارة وبيقول لك لا تقربهن. حاطت الآية ومش فاهمها وبيعمل عكسها، دليل إنه نبي كذاب. لأن لو ده من ربنا كان المفروض إنه هو أول واحد يكون قدوة حسنة للمسلمين، وهو اللي ينفذ تعاليم الإله ده، لان هو عارف ان ده فعلا هو من الاله ولازم يخاف الاله ده. لكن هو عارف ان هو اله نفسه، فيقول كانه بيقول لنفسه ايه الكلام ده للناس لكن مش ليا، بدليل انه عامل لنفسه شريعه وللناس شريعه تانية. فاستحاله دوت يكون جاي من نفس الاله اللي وبيعمل عكس كل اللي هو قاله، وحتى الحاجات اللي سرقها من كتابنا ما كانش بينفذها. طب اكتفي بالقدر دوت واكمل بعدين. شكرا جزيلا
شكرا جزيلا. اختي افنان اذا انت موجوده معنا يا ريت تجين على المايك عشان نسمعك. اختي جديده تفضل المايك معك، وشجعونا الحبايب على التكبيس رجاء، لان التكبيس مهم جدا، نوصل 100,000 قبل انتهاء الحلقه. انا عايزه اقول ان يعني مش بس محمد كسر كل استني يا جده دايا، في حاجه نسيت اقولها، خوله بنت حكيم كانت خالته ووهبت نفسها ومحمد قبلها، شفتوا كارثه اكتر من دي كمان؟ Yes. خالته دي موجوده في الكتب بتاعتهم، احد مالناش بقى اخت ابوه مش اخت، لكن هي من ضمن اخواله من خالات الرسول في حديث للبخاري 5113 بيقول ان هي وهبت نفسها في حديث، وفي صحيح مسلم قالوا ان هي من خالات الرسول، واحد قال ان هي من خالاته وواحد تاني قال ان هي وهبت نفسها للرسول، وكانت عايشه متذمره وبتقول ان هي عمرها ما شافت واحده بتوهب نفسها والكلام ده كله. هل ده ينفع يكون من نفس الاله القدوس؟ طبعا لا، الهين مختلفين، اله عكس التاني، واحد شيطان والتاني اله، فاللي بيجي بالقداسه والطهاره ويطالب الناس بالمحبه وبالعدل وبالقداسه هو ده اللي اقول عليه الشيطان، ولا اقول على اللي بيكسر كل الحاجات دي هو اللي شيطان؟ يبقى الالهين دول متضادين. شكرا. غير كمان ان هو نفسه هو اللي خلق الشيطان، يعني في الإسلام الله ده اللي خلق الشيطان نفسه. طب تخلق ليه الشيطان؟ عايز تبقى تراضي الناس. لكن في إلهنا ما خلقش الشيطان، إلهنا خلق الملاك، والملاك سقط فأصبح شيطان، بعد عن الله فأصبح شيطان، اختار الظلمة وبعد عن النور فأصبح فسقط. فده فرق كبير جدا، لأن أنت كونك أن أنت بتخلق لنا شيطان ده في حد ذاتها نصيبة، ان انت بتقصد عن قصد انك انت تخلق عدو للانسان عن واقوى منه كمان، فده يبقى ظلم يعني. غير ان هو خلق الانس والجن عشان يعبدوه بس، ورفض ان هو يكون اب للبني. فالمسلم يقولك لا الله مش ابونا، الله لا ما ينفعش الله يبقى ابونا. طب ليه يا استاذ؟ لا لا كده غلط، احنا عبيد لله، عبد خلقنا الانس والجن الا ليعبداني، هو كده لازم تعبد الله وخلاص. واحد عايزك تبقى عبد عنده، ده شغل شياطين، الشيطان عايزك كده تعبده وتسجد له، لكن ما فيش حاجه اسمها ان هو يبقى ابوك ولا يحبك ولا الكلام ده كله، ده بالظبط شغل الشيطان، ما 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 لهاش حل تاني. لكن احنا الهنا اله لذاتي في الانسان، لذاتي في خلقنا عشان بيحبنا، خلقنا عشان احنا واعطانا الحريه عشان نحبه بحريه، فهو علاقه حب، وبالرغم ان احنا بني ادمين وساقطين ومش عارف ايه، دعانا اليها عشان نبقى اولاده. يعني شوف الكتاب المقدس بيوريك ازاي الله يحبك، الله يدعوك اله وانت مش اله اساسا، وروحك تطلع منك وتموت، ويقول لك كده الايه بتقول كده، يعني روحك منك تطلع منك وتموت فانت مش اله، لكن هو يدعوك اله لان هو عايز يبقى ابوك، عايزك تحبه لان هو حياتك، بدونه ما فيش حياه، لكن ده عايزك تعبده وتموت لاجله، واشترى من نفسك، اشترى منك نفسك عشان تتقتل وتقتل، تبقى التال قتله ومجرم. وعايز ايه يا حبيبي؟ عايز تزني؟ خش روح ازني، المستاجره للزنا حلال حبيبي، بثلاث حفن تمر خد يا حبيبي روح ازني. طب والست اللي اتقفشت مع الراجل وهي متجوزه في سرير مش عارف ايه؟ لا، ما دام المرود مش في المكحله ما تقدرش، ما دام ما فيش 4 شهود اوعى، جلده 80 جلده، اوعى تمسك بناتي الزنال حلوين ما تقربلهمش، اختي اتفضل. اختي ممكن اعرض فيديو على في دقيقه يعني للشيخ يتكلم في نفس الكلام اللي انت تقوليه اختي؟ بس الفيديو خاف يحضرون بثنا تيك توك، من التيك توك جدا، من التيك توك، من التيك توك اخ كريم، من التيك توك. اه لو من نفس الشركه اوكي، بس لما اي من نفس الشركه ليه من التيك توك؟ هلا اجيب لكم الفيديو لما يكون من التيك توك. حبيبي من يحضروا شارك معنا ارفع ايدك عزيزي، اللي يحب يشارك يعني معنا فايدين اعطيه المايك.
انت طالب مايك اعتقد، ممكن اصعد 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 بس اطلب مايك علشان تصعد. رأوا اسمع اخوتي، الرجل مع المرأة الميل في المكحلة زنا حقيقي متحقق، هل يستطيعون ان يقيموا عليه الحد ان ذهب الثلاثة الى القاضي؟ ماذا سيفعل القاضي؟ يجلد الثلاثة، لانه لا يقام الحد الا بالأربعة، وإذا لم يكن أربعة شهود رأوا الميلة في المكحلة فإن القاضي يجلد الثلاثة حد الفرية، بل هو يأخذ لهم حقهم، وهذا يعتبر من حقهم أن هؤلاء افتروا عليهم. ثلاثة مش أنا يعني أنا صعبت لك المسألة على الآخر، مش واحد ثلاثة ومش شافوا معريانين، لا شاف الميل في المكحلة، الوضع منتهي خالص على الآخر وشافوا كل شيء. هل يستطيع هؤلاء الثلاثة أن يرفعوا الحكم للقاضي ويقيم عليهم الحد؟ أبدا، القاضي يجلدهم ثلاثتهم. شو رأيك في الاعتراف أخ كريم اللي جبته؟ انت هذا الشيخ في مناظرته معاك شفته. ربي يبارك حياتك يا غالي. يعني انتم بدكم اعتراف أحسن من هيك؟ ما بقول لك هو بنفسه، فهو تيجي عند الزاني هي افنان رجعت تكلمي افنان بعد طيب كده. اذا شوف محمد بهذا الحديث اللي وضعه محمد متناقض، ليش؟ اذا امراه زنت، انا بس ما راح اطول، اختي افنان راح اعطيها المايك مباشره، ما راح اطول. اذا امراه زنت لازم يطلب اربع شهود، والاربع شهود يرون العمليه بالكامل، مرود بمكحلة، ما بعرف انتم كيف تفهمونها، فالعملية بالكامل يعني يرونها ويشهدون أمام القاضي، كلنا أربعتنا شفنا. طبعا في هذا في الإسلام لم تجد ولا حالة واحدة ثبت عليها أربع شهود يرون مرود بالمكحلة، لأن هذا الموضوع مش ممكن، هذا الموضوع منتهي مش ممكن، يعني شيء مستحيل. لماذا طلب هذا محمد؟ سبب لم يكون هذا من الأول، كان شاهدين لا مرود ولا مكحلة ولا فتلة. على فكرة قال الأربعة لازم يعدون فتلة بين الرجل والمرأة، إذا تعدى الخيط سليم فما في زنا، وإذا ما تعدى قصص يعني. بس كل هذا ليه ما وضع محمد؟ عشان يبرع عيش. عندما تموا السيدة عائشة جابوا ثلاث شهود وأمرأة، الرسول قال ثلاث ونص، دولي إنه أمرأة نص ودولي ثلاثة، صرت ثلاث ونص، أنا أريد أربعة ويرون المرود بالمكحلة. قالوا إحنا ما رأينا المرود بالمكحلة، بس رأينا صفوان راكبة مع عائشة على الحصان وجاءوا من الظلمة يمشوا، وليلتين كانت معه، وعلي قال الرسول طلقها نسوان كثيرة والله لم تسلم منه. قال له لا، أنت رأيت بالمرود بالمكحلة؟ قال له أنا وين رأيت، أنا ببيته هم وجاءوا بالظلمة، منه رجل شاب مع أمرأة شابة بظلمة ليلتين بيتين، شو بيعملوا يعني؟ وصفوان وما أدراك ما صفوان، يعني قصة صفوان وحادث صفوان. هذا طلب الرسول علشان أمر تعجيزي. طيب لما عائشة اتهمت ماريا بالزنا بدون أي دليل، اجت قالت لي يا رسول الله الولد اللي طلع من ماريا او خلفته ماريا ما بيشبهك، هذا اسمر. قال لي يا علي، قال لي نعم، بالاخت اخت العبد، وعلي سل سيفه صدر الحكم. وين الشهود اللي قدمتهم عائشه اربعه؟ وين اللي شافوا اسمه مأبور هو العبد؟ وين شافوا شهود مأبور مع الست؟ ابدا اطلاقا. وجدوا على نخله صاعد الرجال بالبستان، بعت لناس بالبستان يقتلونه، بس علي شوي ذكي ما قتل الرجل، قتله قال له يا رسول الله ليس لهما للرجال وانتهى. طيب ليه صدرت حكم الموت علي بدون شهود؟ ليش؟ لأن الموضوع يخص شرف محمد، هنا صدر موت، بس الموضوع اللي تموا بمحمد، ومحمد اللي برع عائشة لأن أبوها رئيس الوزراء بدولة محمد، قال لك لا ما فيش حاجة. فهو هذا الرجال كذاب يألف لكم النصوص الإسلامية، لا يمكن من الله. خلينا نسمع أفنان لأن عندها تقطيع أخويا صبري أرجوك، لأن أخت أفنان هاي مرتين تصعد وترجع. أخت أفنان أنت موجودة معنا؟ راحت مرة ثانية. طيب خلي أسمع ابن المسيح. ابن المسيح كيف حالك؟ ألو، سلام الرب معاكم. أهلا وسهلا. أنا ابن المسيح من العراق، أوكي عابر، ونشكر الرب. رفع عليك العبور لنور المسيح. الرب يباركك يا اختي، الرب يحميك. اعتقد اني اعرفك صح. متكلمين؟ نعم متكلمين. اهلا وسهلا بك، نورتنا. اتصال متكلمين انا وياك. المهم احنا عرفنا الرب هو الطريق والحق والحياه.
وعرفنا هو طريق الوحيد للخلاص. وصارت إن قيمة مثل ما مكتوب بالكتاب المقدس: لا أعود أسميكم عبيدا بل أنتم أحبائي، لأن العبد لا يعلم ما يفعل سيده، ولكن أنا أخبرتكم بكل ما تعلمته من أبي. يمكن هي هيك الآية، أنا ما حافظها نصا، بس نشكر الرب أنه يعني صار إن ضمان بالحياة الأبدية اللي هو الجرنتي. أوكي، كل من لا يعرف الرب يسوع يبقى خايف، يبقى يؤدي، يبقى يتعب، يبقى يسوي عبادات وفرائض وغيرها، ولكن نشكر الرب أن الرب فهمنا فعلا كيف يكون الخلاص الحقيقي، وكيف يكون يعني أن ضمان بالحياة الأبدية، لأنه ما لقينا خلاص أبدا إلا بالرب يسوع المسيح وحده. فأنا كتبت كلام عن هالموضوع هذا. خلينا أسألك سؤال. سؤال ضمن القصيدة. أنت من أمتى عرفت الرب يسوع المسيح؟ أنا عرفت يعني تقريبا من أكثر من سنتين. من خلال قناة الآرامية اعتقد، صح؟ لا لا، يعني عرفته من خلال الموبايل، أوكي، بس مو من خلال قناة الآرامية. يعني شفت أشخاص يصلون، أوكي، وكانت صلاتهم من القلب. لا، أنا ما أحكي على صلاتك مع المسيحية. يعني أول ما بدأت تبحث بالمسيحية والإسلام، أعتقد من خلال قناة الآرامية، لأن أنت أنا متابعك على الفيسبوك، كنت أشاهد حلقاتنا على الفيسبوك باللايف. أي نعم، أنا أشاهد، صح، بس مو من خلال قناة الآرامية. الدكتور باسم غوريال أنا عرفه، غورال، أوكي، أنا عرفه، أي متكلم معه، بس مو من خلال قناة الآرامية. أوكي، ولا يهمك، ما كل الأخوة اللي موجودين يصلون هم نعمة وبركة، مبارك اسم الرب. أوكي، تفضل. آمين. مبروك. آمين. أخوي من جديد، ويا رب يستخدمك في مجد اسمه. لكن أنت من خلفية شيعية ولا سنية أخوي؟ أنا من خلفية شيعية. الباخر الصادق وصدوق. أي، نشكر الرب، نشكر الرب لأنه خلصنا. أوكي، وقال إن كان أحد في المسيح. ما هو كريم مر بالحاجات دي وكان شيعي برضه. يعني أخ كريم متكلم معاه، بس صراحة ما أذكر يعني الكلام اللي دار بينه وبينه، بس أنا أعرفه ومتكلم معاه. حبيب ولا يهمك. فنشكر الرب لأنه مكتوب إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هذا الكل قد صار جديد. فنشكر الرب لأنه مكتوب: أعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدة، وأنزع منكم القلب الحجري وأعطيكم قلب لحمي. وفعلا هذا اللي شفناه، وهذا اللي اختبرناه، وكل الأخوة الموجودين في اللايفات، أوكي، هم مو القصد مالتهم أنه يستصغرون، ولا القصد مالتهم أنه مثل ما تفكر أنت، أوكي، اللي ما تعرف الرب يسوع، وإنما هم على مودك أنت، لأنه أنت بعدين اللي راح أصير عليك الدينونة، أوكي، بس اللي ذاق محبة المسيح وذاق خلاصه لابد أنه يقول: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. وهذا اللي شفناه وعشناه، وأنت ما راح تخسر شيء إذا جربت وإذا اختبرت الرب، أوكي، وسلمت حالك للرب، سلمت نفسك للرب، وصليت للرب من كل قلبك. يعني هذه نصيحتي لكل أخ يعني يريد يعرف الطريق والحق والحياة. شكرا جزيلا. المسيح أمين. والله يعني رفتنا وربنا معنا أخوي المسيح معنا أيضا. خلينا صبري يعطي المايك، هو ممكن يكون عندك كلام لك. تفضل استاذ صبري، المايك معك. امين امين استاذي كريم. فبالنسبه لموضوع الحلقه، انه يستحيل يكون اله المسيحيه هو نفسه اله الاسلام. تفضل. لانه الرب يسوع المسيح يعني قال: احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من اجل مبغضيكم. ولكن اله المسلمين يعني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. في المسيحيه السيد المسيح قال: اذا رحت القريه وبشرت فيها وبقبلكم فانفضوا الغبار من أقدامكم،
لكن الإسلام لا، قال قاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. يعني معقولة الله بعد ما يعني جرب في المسيحية، لو فرضنا راح ناخذ نظرية أنه جدلا أنه هو نفس الإله، فهذا يكون إله عبيد، لأنه جرب بعد ما يقولهم أنه أنفض الغبار من أقدامكم تلقاها لما العملية ما نجحتش، فراح جيب قال لهم لا قاتلوهم أحسن يعني. وجدتموهم وقال لك إذا لقيت عدوك من المشركين ادعوه إلى ثلاثة خصال أو خلال: إسلام، جزية، استعن بالله وغاكنه. طبعا طبعا يعني السن مسلم قال لك لا، قال لك اعطيني فلوس، قال لك ما اعطيك فلوس، قال لك موت خش شغل. اول الموت يعني الموت مقابل الاموال، وراح يصير يعني فلوس. لو قلت لك لو تصير مسلم واحده من الثلاث اختار واحده اسوء من ايضا أخر. يعني النكاح الصغيرات، وجوب عداوه اليهود والنصارى. خلينا نشوفه لو كان هو نفس الاله. اعطيني شاشه اخ كريم، خليني ارجي بكم المراجع يكون كلام احسن. اوكي اختي افنان، احنا منتظرينك، والشاشه عندك اخويا سامي، اخويا صبري. حبايبي كبسوا لنا، كبسوا رجاء، وشاركوا لنا الحلقه مع الاخرين، لان التكبيس مهم جدا. بس خلينا نغلق الحديث اللي راح يطلع اخويا صبري. وجوب عداوه اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار اللي هم على اساس بين قوسين نفس الاله. طيب نشوفوا. صرح الكتاب العزيز والسنه المطهره، هذا مجموع الفتاوي، ويخالف العقيدة الإسلامية، وهو تصريح يخشى أن يغتر به بعض الناس. قالوا أنه إحنا المسيحيين والمسلمين إخوة، قالوا هذا يغتر به بعض الناس. رأيت التنبيه على ما جاء فيه من الخطأ نصحا لله وعباده، فأقول قد دل الكتاب والسنة وأجمع المسلمين على أنه يجب على المسلم أن يعادي الكافرين من اليهود والنصارى. طيب اليهود والنصارى ذنبهم أمنوا أو كونهم أمنوا بالإله؟ إجماع أنا بشوف خطير جدا. وأن يحذروا من مودتهم واتخاذهم أولياء، كما أخبر الله سبحانه في كتابه المبين: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. نمش نفس إلى نحن أعداء، عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقد كفر بما جاءكم من الحق. ويقصد بها محمد، يشير بها على محمد. وقوله سبحانه: وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن برء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء لبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال في شأن اليهود، هذا في المسيحيين، هذا إلى اليهود: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله وبالنبي وما أنزل إليك وما اتخذوهم أولياء لكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال تعالى: لا تجدوا قوما يؤمنون بالمجاد 22. هذه الآية وفي المعنى كثير. سؤال حسام، هو كيف يطالبهم يؤمنون بمحمد لأنهم ما آمنوا بمحمد هم كفار ومحمد مش موجود بكتبهم؟ يعني يؤمنون كيف؟ يعني هي بالعكس، هي بالإجبار، هم عدم المسيح هو البداية والنهاية. هي بالإجبار خلاص يعطاهم يعني. كتابه ووضح لهم واستمرت المسيحية 600 سنة قبل وجود محمد. جاء واحد نؤمن به، ممكن يجي واحد كمان بعد محمد لازم نؤمن به كمان. ما إذا قلنا يعني وأنا مبشرا بنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد، ما نؤمن بمرزا غولي أحمد يعني. مرزا غولي أحمد قال أنا أحمد. هو أحمد يعني. أحمد. هيك على الأقل تطبق يعني الآية. طيب وهي ما في أحمد لا محمد ما عندنا يا به. إيه نعرف نعرف. ما عندنا خلصنا على قولت هذا في مسرحية عراقية العزلنا ما عندنا. ماكو ما عندنا أحمد. يعني يريد يعني تعمل حلقة يعني هل بشر الكتاب المقدس بمحمد يعني راح يكون. عملناها قبل كم يوم قبل فترة عملناها وتكلمنا في عدة أدلة بس راح نعمل حلقة جديدة على. ونقطة الضم على فتح إحنا كنا. ونقطة المحبة اللي كان يتكلم عنها الآن. إحنا متضايقين نسمعك أفنان تفضلي.
وبخصوص نقطة المحبة اللي كان يتكلم عنها، حتى قرآن مو بس يقول يعني ينهاك عن هاي الأمور، بل أيضا إذا أحببت يعني غير المؤمن بمحمد تعتبر إنك كافر، لأنه راح نشوف في القرآن شو بيقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، سورة المجادلة آية 22. فهون حتى إنك تعاملهم بمودة محرم، يعني يلغي إيمانك، يعني يشوفوا إنه الكره والمحبة في الله عندهم. حتى في حديث بيقول تحبوا في الله وتكرهوا في الله. على كل إنه هاي الآية يعني مثل ما نشوف تعتبرك يعني نوع من الردة إذا عاملتهم بمودة من غير المسلمين. بينما الرب يسوع في الكتاب المقدس شو بيقول؟ بيقول: وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم، في لوقا. ويقول وقال: أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم. يعني المحبة ما اختصرتش على فقط اللي ينتسبون يعني لك أو يحبونك، يعني حتى الخطاة فيهم يحبوا اللي يحبهم هم، زي محمد. يعني محمد بيحب فقط اللي يؤمن به، بس اللي ما بيؤمن به محرم إنك تحبه، وفوق هذا يعني تعتبر مرتد وكافر إذا وادت الغير المؤمنين. وهذا طبعا مخالف لتعاليم الرب يسوع، يعني هاي تعاليم إله شيطاني، مو تعاليم الرب الإله الحقيقي. ورح نجد كمان الكتاب المقدس من بين الأمور ومن بين أبرز صفات الإله الإسلام اللي هي المكر. ففي سورة الأنفال بيقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهو يفتخر بالمكر تبعه. بينما في الكتاب المقدس، لما راح نروح للكتاب المقدس سوف نجد أنه يقول من صفات الأمور اللي حرض عليها إله الإسلام والصفات التي يتصف بها المسلم موجودة كثير منها، ووصفها الرب أنه لا يرضى عنها. فمثلا راح نشوف في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي بيقول: من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. وأما الخائفون والغير المؤمنون والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في بحيرة المتقدة بنار. فهون بنشوف إنه الكذب والكذب اللي هو يعني من المكر هو من بين الصفات اللي لا يرضاها الرب. بينما راح نجد النبي محمد حسب تعاليم إلهه بيقول: أحل الكذب في ثلاث، يحلوا يعني من أجل الحرب، يحلوا في الزوج يكذب على زوجته وبالصنع، يعني يحاول يبرر الكذب. ومو بس هيك، رح نجد إنه أن الصفات والأخلاقيات السيئة التي منها التي نهانا عنها الرب الإله الحقيقي يتمتع بكثير منها إله الإسلام. ومن باب المثال القرآن يقول المسلم يقول إنه موحى من الله، ومن هذا هو كلام الله. فسنجد الإسلام في بدايته بدأ بنفس طريقة الخداع. هذا النقطة اللي كان بدي يعني أتكلم عنها، كيف المسلمين نشروا إسلامهم في البداية وتعاليم إلههم لنشر الإسلام، واللي لازالوا يستعملونها في الدول الأجنبية حاليا. فراح نجد المسلمين في الدول الأجنبية الغير العربية الجاهلة لحقيقة إلههم الشيطاني وحقيقته واللغة العربية طبعا، لأنه حتى الترجمات الإنجليزية بيحطوا عليها تلميع لكثير من النقاط، يعني لحتى يلمعوا على نفسهم. فسوف نجد أنهم يستعملون استراتيجية: نحن وأنتم إلهنا واحد، لكن نحن فقط لدينا نبي إضافي. وبينما خطأ، لأنه إله الإسلام يخالف كل تعاليم الرب الإله، وهذا اللي راح نتطرق له في حلقة اليوم. فرح نجد الإسلام في بدايته مثلا عندما يعني احتاج لحماية المسيحيين واليهود في الحبشة وغيرها، فرح نجد عندما فر من قريش محمد سوف نجده كان يقول إله الإسلام الكذاب تبعه وخير الماكرين تبعه في قرآنه. شو بيقول؟ بيقول: قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، في سورة العنكبوت. ففي الأول في البداية كان يقول إلهنا واحد وهيك، ومو بس هيك، فرح نجد إنه حتى كان يتكلم
وبيقول يعني بيقول وبيقولهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. حتى ما كان يستعمل سياسة التكفير في البداية وكان يدعي إله واحد، لكن بعد أن أصبح نبي الإسلام في كامل قواه وظل كثيرا من الناس انتقل يعني من زعمه هذا ومصطلح الإله الواحد والنبي المسالم ليظهر حقيقة الذئب الخاطف والماكر، صفات إلهه الماكر خير الماكرين. فقد جاء يعني راح نشوفه بعدين شو صار بيقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب، يعني حرض عليهم. ومو بس هيك بيقول أيضا يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. فراح نشوف هذه الاستراتيجية لسه المسلمين عم يتبعوها في الغرب اللي هي من بين صفات المكر تبع إلههم. وراح نجد كمان نجد الرب في الكتاب المقدس نقطة أخرى كان بدي أشير لها، بيقول فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. بينما في القرآن شو بيقول؟ بيقول يعني إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فالله لا يهدي الإسلام، إله الإسلام لا يهدي. بينما الرب يسوع إجا لأجل هدول الضالين، إجا لأجل هدول اللي في الخطية. ففي فرق بين إله يهدي وبين إله لا يهدي، في فرق بين إله ينافق وماكر وبين إله يعني ما عنده صفات المكر بل هو يبغض المكر يبغض الكذب. فبدي أتوقف وما أخذ كثير من وقتكم. شكرا جزيلا أختي أفنان، ربي بارك حياتك، ومداخلة غيمة جدا مع شواهد إسلامية ومسيحية، أنا أشكرك جدا. طبعا أخونا ابن المسيح عنده قصيدة بيحب يلغيها لنا، فرجع عن كل الأخوة اللي موجودين معنا كتمون مايكات، وإذا أخ من الأخوة يحب يسجل سجل هذه القصيدة وينشرها، أنا أعتقد راح تكون قصيدة باللهجة العراقية، تكون من القصائد الجميلة جدا، وراح نسمعها مع بعض. أخوي ابن المسيح تفضل نسمع قصيدتك. آمين آمين أخوي. أنا أخوي بعد ما عرفت الرب يسوع هو طريق والحق والحياة، فكتبت قصيدة بعنوان في الملكوت أصبح لنا مكانا. فكتبت سأخبرك، يعني هو اختبار فخليت على شكل قصيدة، سأخبرك عن ماذا جرى معي وكيف قبلته وبحبه غيرني. تواضع ونزل لنا من السماء، جاء إلى العالم ليمنحنا الفداء. هو ابن الله الذي يسمعنا، في وقته يستجب لطلبتنا. رأيته في الرؤيا يحتضنني، هيا حان الوقت لتعرفني. مشيئة الصالحة لك أن تقبلني وتترك العالم وترتمي بحضني. سلاما وفرحا أعطى لنا، باسمه كل خير حل بنا، به قد وجدنا للمحبة عنوانا وفي الملكوت أصبح لنا مكانا. الرب يباركك أختي، كان كلامك عن المحبة، فنشكر الرب، به قد وجدنا للمحبة عنوانا وفي الملكوت أصبح لنا مكانا. آمين، الرب يبارككم. شكرا جزيلا. الرب يستخدمك في الأشعار، شعر مهم جدا، مهم محترم ومهم جدا، ومن شواهد كتابية في الإنجيل. فأنا أشجعك أنك تستمر بهذه الأشعار حتى لو تكتبها كتابة على الفيسبوك، على تويتر، على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه الرب يستخدمك في هذا المجال. الرب يستخدم حسب القدرات اللي موجودة، لأن استخدم كتبة الكتاب المقدس من شاعر ومن فلاح ومن صياد ومن مسجون. الرب يستخدم هذه الأواني لكي يوصل كلمته للآخرين. الشعراء اللي يحبون الشعر، في فئة كبيرة من الناس بتحب الشعر والأشعار، راح يتابعونك وراح يشوفون هذه الأشعار، راح يقرونها وراح يتأثرون وراح يرجعون لقراءة الإنجيل. فالرب يستخدمك في هذا الموضوع، أنا أشجعك أنك تستمر في هذا الشعر، وأشعار مهمة هذه أنك تلغيها وتكتبها، لا تخليها تروح هباء، اكتبها رجعا خل تنتشر بين الناس. ربي يبارك حياتك يا غالي. كريم ممكن نقول له بس احنا يوم الجمعة مش بكرة اللي جاي عندنا حلقة عن حكايتي مع المسيح،
فلو تقدر تيجي تقول اختبارك يا ريت. انا مش عارفه انت لو في العراق دلوقتي، مش عارفه هيبقى الساعه عندك كام. من هذا الوقت، من هذا الوقت، من هذا الوقت، قبل هذا الوقت بساعه. لا لا لا، بتبقى الساعه 12. احنا بتاعنا قبل كده. لا، بتبقى الساعه 12 بتوقيت نيويورك، 12 يعني الظهر. قبل كده باربع ساعات. يطلع قبل هذا الوقت بثلاث ساعه. باربع ساعات ونص قبل دلوقتي باربع. اوكي اوكي، تعال تابع العراميه اخويا وادخل معي. يا يوم يا يوم اي يوم؟ اي يوم؟ يوم الجمعه، يوم الجمعه 12 الظهر بتوقيت نيويورك. اوه، انتم برنامجكم من 12 ل 2 وانا برنامجي من 3. اوكي تمام، فهمت. يس yes. اوكي، يوم الجمعه اخويا، ونتشرف بك في قناه العراميه. نعم، يوم الجمعه، يوم الجمعة قبل هذا الوقت بأربع ساعات. تابع قناة العرامية، راح تشوف الحلقة تكون موجودة على العرامية هنا نفس هذه الصفحة. طيب، أنا أشكرك أخويا وأشكر ربنا أجلك وشكرا جزيلا. وعندي باقي من الوقت 20 دقيقة حبايب، ومحتاجين 25 أو 26 بال 26 ألف من التكميسات. فرجعا خلونا بهاي الدقائق الباقية اللي 20 دقيقة، ايد واحدة نكبس مع بعض، خلص العدد المية ونرتاح. يلا ايد واحدة حبايبي، كلنا نكبس مع بعض لكي الحلقة تنتشر. تكبيسكم ومشاركاتكم مهمة جدا. سمعنا هذا الشعر، اخونا وصلت له الحلقة، طلعت ترند، اجى معانا، فاخرين ايضا محتاجين ان يشوفون هذه الحلقة ويجون ايضا ينضمون الينا ويتكلمون معنا. والرب يبارك حياتكم جميعا. انا عايزة اقول حاجة كمان كده صغيرة. الاله بتاع الاسلام غريب جدا، يمثل بالاجساد، يعني عايز تقطيع في الناس. أنا عمري ما شفت كده، يعني عمري ما شفت إله طبيعي يفكر بشكل ده. يعني يقول له قطع لهم إيديهم ورجليهم من خلاف، سمر لهم عينيهم وأسلوبه، مش عارف يعمل إيه. ليه التقطيع؟ طب ما أنت تقتله وخلاص، ارجمه مثلا. تعرفين النبي محمد نفذ الموضوع مع 8 أشخاص؟ لهم اللي بتوع الجمال، لما قالوا وناس عشان الاول اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، كل بنان يعني اقطعوا الاطراف. حديث هو لازم ينفذ. الحديث ورد في البخاري وهو تفسير لايه قرانيه خطير جدا. يقول لك الرسول وضعوا له صخره، حجاره يعني، في شرح الحديث، حجاره عاليه يعني مثل الكرسي، وجلس على الصخره، وعلي كان يعذب بهم، والرسول ينظر، يقطع، قال له قطعت ايده اليمنى يا رسول الله، قال له اقطع رجله اليمنى، لا ما دام ايده اليسرى فمن خلاف اليمنى تصير رجل، قطع ايده. طيب، رجل يا رسول الله فيما بعد، قال له اقطع الايد الثانيه، فيما بعد قال له اقطع الرجل الثانيه، خلاهم بدون ايدي بدون ارجل لكي يتغرب منهم. محمد يخاف يغرب، خاف يضربونه بوكس ولا حاجه، يقطع ايديهم ورجلهم بالكامل. بعدين الرسول تغرب، هو بنفسه ماذا عمل؟ جاب حديده، سيخ، سيخ مال مثل الشوي، سيخ هذا حديد، حط السيخ على النار، سواه حمر وحطه على عيونهم. يعني المبصرين أعماهم الرسول، 8 أشخاص حرق عيونهم بالنار. وبعدين واحد منهم كان يستسقي، يقول يا رسول الله أنا عطشان. الحديث يقول يسقون فلا يستسقون، ومات وعطشا وحرقا وتقطيعا، والرسول ينظر إليهم، وتركهم حد ما ماتوا. 6 ساعات 5 ساعات هيك يتلذذ بقتلهم، ويقول جاي يتمم مكارم الأخلاق. اسجنهم يا أخي، وسمر عينيهم. اسجنهم، سمر عينيهم. شو عملوا؟ يقولون حسب الرواية الإسلامية قتلوا راعي، واحد قتلوا راعي، كلهم قتلوا راعي مع بعض، اشتركوا. هو واحد منهم قتل، مين اللي قتل يعني؟ وين المحكمة اللي غامت يعني؟ أنا اكتشفت الإبل، الإبل تم مسكته ورجعته. لا ثواني، أنا اكتشفت كمان ان الناس دي الجمال دي اتسرقت منهم وهم كانوا راجعين يرجعوهم. لا، رجعوا الجمال، يعني المسلمين هم سرقوا الجمال، هم الرسول امرهم، هم كانوا مرضى، هم كانوا ناس مرضى. الحكايه كلها على الرده، هي الحكايه كلها هو في باب الرده وعلى الرده. في ناس اجوا للرسول قالوا له انت نبي؟ قالوا ما انا نبي. قالوا احنا مرضى، بينا مرض جلدي، كلهم دول 8 منطقه منجمعين، مرضى منجمعين مع بعض وجايين، فينا مرض جلدي، اعطينا دواء شفاء. كانوا يسمعوا المسيح يجول يصنع خير، بالكتب موجود وعارفين الناس. قال لك ممكن يشفي، ممكن يكون نبي، احنا ما نعرف، ممكن يشفينا. فقال لهم روحوا اشربوا بول الجمل، اشربوا من ابوالها والبانها فتصحوا. الحديث يقول شربوا فصحوا، شربوا كويسين صاروا صحوا، وبعدين ارتدوا عن الاسلام.
لو صحوا ما ارتدوا، اذا هم ما صحوا، حتى لو صحوا مش مشكله، صحوا فارتدوا على الاسلام، فسرقوا الجمال، خذوا الجمال، قالوا هي دي الصيدليه، احنا نندر صيدليه، هو الجمل ده صيدليه. هم لحقوا يفهموا الاسلام الاول عشان يخشوا فيه. يعني هم كانوا سرقوا الجمال فبعثنا باثرهم الصحابه، الرسول يقول فمسكوهم رجعوا الجمال، جابهم الرسول هنا قال لهم غطى عن تغطية. طيب ليش؟ طيب هم السرقة رجعتهم يا أخي، حبسهم أبد للأبد، عاقبهم بطريقة تانية، يعني في عقاب أنواع وأشكال العقابات، يعني عاقبهم بطريقة تانية، يعني أنتم أنا صحيتوا وأمام الناس وأنتم ناس ما بتعتكم ضمير وأنا طيبتكم، الآن ترتدوا عن الإسلام ليه؟ أسجلكم كل واحد، أسجلنا 20 سنة 30 سنة، أو أموتكم موتوا خلاص، يعني بتغطيهم تغطية وأنت قاعد جالس تتلذذ بتغطيعهم. بالظبط، سادية، دي سادية ودموية. يعني مثلا عايز تقيم عليهم الحد رجمهم وخلاص، لكن انت عايز تقطع فيهم وتشوفهم وهم بتضعوا تتلذذ وتتفنن في فنون التقطيع والسادية دي، اللي انا مش ممكن يعني اتخيل ان يكون مشاعر في حاجة. يا جماعة برضو هو مش اله الاسلام، الاسلام عنده ايه بتقول اذا مرضت يشفين، يعني هو الشافي، الاله هو الشافي. ليه دايما لما حد بيروح لمحمد الاله بتاع محمد مش بيشفيهم؟ يعني هم بيقولوا لا ده المسيح بيشفي باذن الله، طيب ليه ما اداش اذن لمحمد ان هو كمان يشفي؟ من يقول للناس ايه اشرب عسل، اسقي عسل، الراجل راح يقول له اخويا عيان يقول له اسقي عسل، 3 مرات يرجع له ويقول له لسه ما خفش، يقول له اسقي عسل اسقي عسل، 3 مرة راح قايل له ايه كذبت بطن اخيك وصدق الله. لان مات الولد، اه مات، رجع للرسول قال يا رسول الله سقيت عسل. يعني اي حد بل التمرات، 7 تمرات، فين الاله؟ فين الاله؟ ما بيشفيش ليه؟ ما بيشتغل بالليل، بسم الله. طبعا المعجزات ممكن بقى بالليل والشفاء بالنهار. ما انا قعدتش الا مداخله واحده من اول الليل. ما انت الصوت عندك بيقطع، احنا ما عندنا كريم المداخله بتاعتي ديفاين، ما تنسيش بس المداخله بتاعتي. طيب ما هو انا اسف، معنا ضيوف كثير اليوم، يعني في عده مشاركات وانت شايف يعني 5 على اللايف، فعدنا ربع ساعه من الوقت. تفضلي بس عندك الشبكه وحشه، ما تنسيش المحلل يا ديفاين. اوكي ديفاين سامعني؟ 24. طيب انا بس عايزه ابتدي بال سامعيني؟ كنا نسمعك الصوت. الايات اللي هي اللي ربنا الوصايا، الانترنت صوت، ما عم نسمعك الانترنت عندك، تعالي كويس كده. انا صبري راح كمان حبيبي، صبري الرب يكون معك. شكرا مشاركتك اخويا صبري. طب ممكن اخرج ارجعي، يمكن بيصير افضل زي ما حصل معي. اغير الروم، يعني من اللايف ارجعي كده كويس، كده كويس. طيب طب انا هقول حاجه في عجله سريعه بس كده، مخالفات صغيره قبل ما اروح على حاجات كبيره. يعني لا تقتل، احنا عارفين الهنا القدوس الوصايا العشرة اللي تركها للناس عشان تتعامل فيما بينها، للناس تتعامل فيما بينها، قال ايه؟ لا تقتل، عشان ما حدش يقعد يقتل وهو اصلا مش من حقه اخذ الروح غير الله فقط. محمد طبعا لقينا اله الاسلام، قال لنا طبعا الايات اللي انتوا عارفينها اللي هي ماليه الكتاب بتاعهم كله، واللي هي لغايه دلوقتي بيعاني منها البشريه كلها، اقتلوا الذين يلونكم من الكفار، اقتلوا المشركين اينما وجدتموهم، واقتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكونوا يقولوا لله، يعني عشان الناس تاخدوا بالعافيه بالاجبار بيقتلهم. فدي برضو من ضمن المخالفات. لا تزني، إله الإسلام قال لك المحصنات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني اغتصاب، يعني زنا. محمد زنا وحلف على نفسه إنه هو مش هيعمل كده تاني، والإله هو اللي نزل له الآية وقال له تحرم على نفسك ما أحله الله، يعني الإله هو اللي حلل له الزنا اللي هو زناه بماريا القبطية. محمد برضك عمل نفسه إنه هو حلف إنه هو ما يعملش كده، لولا إن الإله بالأرغام والإله بتاعه أرغمه يتجوز كنته اللي إلهنا قال ممنوع أنك تتجوز الكنة بتاعتك وحرم حاجة زي كده، اللي إله بتاعه اللي أكبره ينزل في القسم بتاعه
وكأنه ما حصلش، إن هو أقسم، ده غير إن هو في القسم بتاع خلاه الزنا بتاع حلال وخلاه يزني تاني ويكررها تاني وتالت مع ماريا القبطية زي ما احنا عارفين الحكاية اللي هو زنى بيها على سرير حفصة وفي يومها وفي بيتها والكلام ده كله. فاستحالة طبعا يكون نفس الإله. قال لا إلهنا برضو قال لا تسرق، في برضو كلاويين 19 وبرضو موجودة وفي الوصايا. محمد نفسه سرق، محمد سرق القطيفة الحمراء، وكانوا الناس بيقولوا، ودي كانت في المناسبة بتاعته، وما كان للرسول أن يغل ومن يغل يأتي بما غل به يوم القيامة. الصحابة بتوعه قالوا أنه هو اللي أخدها، ولما جه يموت اكتشفوا أن فعلا القطيفة الحمراء كانت معاه، والمولى بتاعه اللي هو العبد بتاعه اللي كان موجود واللي قالك حرر العبودية، هو ساب شوية عبيد كده على فكة يعني على الجنب، العبد بتاعه قال محدش غيرك يلبسها، وراح ايه دفنها معاه. حرام القطيفة. لا مفيش آية، لا تشتهي بيت قريبك. هم طبقوا الآية، هم طبقوا الآية، الحرامي يأتي بالسرقة معه إلى يوم القيامة، طبقوا الآية، قال لك حطها مع الرسول. فهو خدها معاه وخدها معاه عشان لما يقف قدام ربنا تبقى موجودة بإما غل يعني. نساب الكتاب. لا تشتهي بيت قريبك ولا تشتهي امرأة قريبك ولا عبد ولا أمته ولا ثور ولا حمار ولا شيئا مما لقريبك. هو زيد ده ما كانش قريبه حتى لو مش ابنه. القريب عندنا بمعنى ان اي حد بتتعامل معاه، اي حد بيبقى قريب منك. فهو كده اشتهى مراته، واشتهى واحدة في الشارع، اشتهى واحدة في الشارع وراح عشان يأتي زوجاته. والمسيح قال لنا من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. محمد نظر الى المرأة ورمى عليها اللوم وقال لك اصل المرأة في شكل الشيطان وتدبر في الشيطان، معناها ما عملتش حاجة، ما لماش اللوم على نفسه، ما غضش بصره زي ما بيقولوا غضوا أبصاركم، والآية بتقول كده، لأن زي ما بقول لكم الآيات دي لمجرد إكسسوارات، زي البقرة 222 كانت إكسسوار وكان بيكسرها كل يوم مع زوجاته، برضو دي كانت إكسسوار، غضوا أبصاركم ده ليكم انتوا، لكن محمد لا ما يغضش بصره. شاف واحدة في الشارع وراح لزينب قد حكته، ورجع للصحابة بيقولوا له إيه اللي حصل ومش عارفة إيه، وكمان بيحكي لكل الناس اللي بيعمله في بيته، مش بس عيشة اللي بتحكي وتفضح، مع أن دي سر من الأسرار المقدسة، المفروض أن خارج غرفة النوم ما يطلعش بره لأي حد، لكن في الإسلام بس وفي بيت النبوة بس. ها؟ هو قال بنفسه أنا وهذه كنا نفعل، لما قال أنا مش عارف إيه وما أيوة بالضبط كده، كأن مثلا مدرسة سوري في اللفظ يعني بورنو، وتقعد تحكي للرجالة وتقول لهم لا، ورجل هو اللي مكسوف ورايح لها قول له لا تتكسف من ايه احكي لي، فقالت له كذا كذا، يعني كانت فتوى معينة، مش عايزة بس ادخل في التفاصيل، يعني حاجات مقززة يعني، والمفروض ان هي يعني لو طلعت من حد عادي تبقى عار. تخيلي من بيت النبوة ومن زوجة الرسول ومن الرسول نفسه، والمهم رجع لاصحابه يقول لهم اصل فلانه دي مرت بيه فلانه فوقعت في قلب شهوه النساء، غض البصر. فين انت ازاي انت تبقى قدوه للناس وعايزهم يروحوا ينطوا على النساء في شارع، اي واحد يلاقي واحده طب لو ما لقاش مراته، يعني احنا في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي الواحد مثلا بيشتغل على بعد ساعه من مراته. عندي ملاحظه، اسف على المقاطعه، وبعدين إله ما لاموا على هذا الشيء رغم أنه يدعي أنه إله بيقول قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، بس ما نزلت لا آية يلوموا على الفعل اللي عمله ولا على أنه ما غض بصره ولا إشي. وهذا إذا يثبت شيء يثبت على بشرية إله الإسلام، ليس يعني بمجرد كان يألف على ما يخدمه ويخدم يعني مصالح هذا الإله البشري الشيطاني. يخدمه حتى لو على حساب كسر الوصايا بتاعته هو نفسها، يعني الإله الإسلام أصلا بينزل الوصايا ويكسرها عشان خاطر محمد. أنا بس عايزة أقول حاجة بصراحة، يعني محمد قاعد من إله الإسلام، ما بيسلم ولا بيكلم محمد. أنا بس لما المسلم بيجي يقول إن الزنا العين النظر والكلام ده كله، ويجوا لنا وزنا مش عارف ايه، ويعيش الدور، لو كمل الحديث هيلاقي في الاخر والفرج يصدق هذا او يكذبه. يعني لو وصل للفرج زنا يعني انتركورس، ساعتها يبقى زنا او لا، يصدق هذا او يكذبه. انت فاهم اقصد ايه؟ يعني العين نفسها مش بتزني
إلا لو وصل للفرج. أنت فاهمة قصدي؟ دي دي معنى ده معنى الحديث، مش معنى إن أنت بالنظرة تزني، ده مش معنى كده، لأن نهايته بيوضح لك إن الزنا هو عند الفرج فقط، أما الباقي ده مش زنا. مش كان بيروح للنساء برضه في الشارع، ده تحريض للناس على التحرش بالناس في الشارع، راح لأم بنت النعمان وقال لها هبي لي نفسك، وقالت له هل تهب الملكة نفسها لابن السوقة؟ ده دليل على انه كان من الصعاليك برضه، وسواء قطع ألسنته ورقاب كل الناس اللي كشفته، وكتير كشفوه، منهم كعب بن الأشرف، ومنهم النضر بن الحارس اللي قال له ما هي الا اساطير الاولين، لان الراجل ده كان بيسافر ويروح بلاد الروم وبيسمع الاساطير دي وبيقرا كليله ودمنه والحاجات اللي هو كان بيسمعها اللي بيقولها محمد، هي اصلا كان بيشوفها في الكتب دي، عشان كده محمد خلص رغم ان اخذ فديه من بعض اسرى بدر والناس اللي هو اثرهم في بدر واطلق سراحهم، لكن ما رضاش يسيب ده، والراجل شاف عينيه الشر وعارف انه هيقتله، لان هو كشفه قدام الناس كلهم، وكان بيحكي لهم حكايات واساطير احسن من الحكايات بتاعت محمد. ما اقول لهم ايه رايكم في حكايته ولا حكايات محمد، يعني كل اللي كشفوه قتلهم. وعارفة من فتن محمد حقيقة، ليس المرأة تقبل في صورة شيطان تدعوه في صورة شيطان، لأنه لو رحنا يعني للقرآن رح نجد من يفتن هو إله محمد في صورة الدخل آية 17 بيقول ولقد فتن قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، يعني إله الإسلام يتكلم على نفسه أنه هو اللي جعل فرعون وفتنه وجعله بهذا الشر. فيعني بصي يعني حتى إلى الإسلام بيقول ولقد فتن قبلهم قوم فرعون، يعني هو في نفسه. طب أعرف 155 بيقولوا له وإياك أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، في الآية هي نفسها، وفي إبراهيم 3-4 يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني هو اللي عايز يضل الناس. وعندك في المائدة 41 واضحة جدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يريد الله ما لا من يريد الله أن يفتنه، إذا الإرادة في الفتنة هنا لله، لو هو عايز يفتن حد، من يريد الله أن يفتنه فلن تملك له من الله شيء، بيتحدى أي حد يقدر يعمل أي حاجة أو يساعد حد، الله بيفتنه ليه بقى؟ لأن هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني هو اللي مش راضي يخليهم يتوبوا وقلوبهم تتطهر. اي اله ده؟ اي اله الدكتاتوري يعني بيستخدم القمع؟ تكبيس اخواني، تكبيس 10,000 ضغينا رجاء. تفضل اختي ديفاين، احنا عندنا 7 دقائق، تفضلي اخذي لك منهم دقيقتين واعطيني 5 دقائق قسم على الاخوه اللي موجودين معنا. طيب انا هقول بس عشان جدادية كانت عايزه، انا ما قلتش ان هو اصلا اله ما يعرفش الغيب، من خلال الايات بتاعته اتضح ان هو ما يعرفش الغيب، يبقى هو الله ازاي يعني قال حاجات وحصل ضدها حاجات. بس برضو عايزه اقول الحكايه بتاعت العسيله، ان الهنا قال في تثنيه 24 ان لو واحد اتجوز واحده وبعدين طلقها واتجوزت غيره ما ينفعش ترجع للاولاني لانها تنجست بغيره كده، يعني هي كانت معاه اوريدي ليه تروح لغيره؟ فالاسلام حط التنجس ده شرط لرجوع المراه لجوزها، لو طلقها 3 مرات لازم تتنجس بغيره، وده شرط وضعه إله الإسلام، إن هي لازم تتنجس بواحد تاني عشان ترجع لجوزها الأولاني، ترجع لجوزها وعيالها، يبقوا مستنيينها كده لما واحد ينجسها وبعدين جوزها ياخدها تاني ويرجعها عشان تعيش معاه. هل ده ينفع يكون إله قدوس؟ والله أطلق على هذا ريكسون، ريكسون في الأرض، فهذا الفعل هو رجاسة بالضبط كده. الإسلام بيشترط بقى الرجاسة والنجاسة علشان ترجع لجوزها بغيره عشان ترجس الأرض، إذن هو ده الشيطان عدو إلهنا، إلهنا قدوس، إلهنا إن أي حد يغتصب السبية، لكن زواج زواج اغتصاب لا، إله الإسلام في النساء 24 قال والمحصنات يعني ما تجيش جنبها إلا ما ملكت أيمانكم، والتفاسير كلها قالت ان الناس اللي جايين من الجاهليه اللي ما لسه ما دخلوش الاسلام، اللي لسه جايين جداد على الاسلام، كانوا متحرجين لان ده في الجاهليه كان عار ان هم ياتوا نساء لهم ازواج. جه الاله الاسلامي بقى قال لهم المحصنات لكن الا ما ملكت ايمانكم، لا ده استثناء يا اخ، ما ملكت ايمانكم دي مش واحده ست خلقها ربنا، دي خليقه اخرى
فمش تابعه للاله اللي قال لا تزني، والاله اللي قال ان الاغتصاب ده شر وخطيه، فالمحصنات الا ما ملكت ايمانكم، فاستحلوا بها النساء دول واغتصبوهم، اغتصبوهم رغم ان هم متزوجات. تخيلوا بشاعه الاله، هل ده ينفع يكون نفس الاله اللي قال لنا برضو في تثنيه 21 انك انت لو شفت واحده في السبي وعجبتك بتتجوزها؟ الاول بتديها فتره الحداد المتعارف عليها والتقاليد اللي بيعملوها في العصر، ان هي بتحلق شعرها وتقلم اظافرها وتقعد 30 يوم تبكي اهلها وتاخد وقتها وبعدين تتجوزها، ولو طلقتها ما بتبيعهاش. في الاسلام ممكن يبيعها، في الاسلام ممكن يسلفها لانها عباره عن اداه معون، يسلفها لجاره يجامله بيها، لو او لو جاله ضيف يجامله بيها، يسلفها لجاره، بس يسلفها له في مهمه رسميه فقط، ان هو يغتصبها يعني يعمل الشر. الواحد بيقرا فيقول الكلام الاسلامي طبعا، فهو يعمل الشر بس، لكن هي ملكه، فهو يعني ايه كانه بيأجل له حاجه معينه بس، عشان تعرفوا المهانه والنجاسه اللي اتى بها هذا الاله الشيطاني، اله الظلمه اللي جه علشان يعمل ويكسر كل حاجه اوصى بها الهنا. امر بالزنا وبالاغتصاب، امر بالقتل، رغم ان الاله قال لا تقتل بشكل مطلق من غير ما يسيب ثغره للشيطان يدخل منها، لكن الشيطان دخل بثغرات كتير قوي في الاسلام، وامر بالقتل في حالات كتيره جدا حتى من غير سبب. يعني يقول لك من لا يغزو او يحدث نفسه بالغزو ومات على شعبه من النفاق. في عرف الشيطان المنافق اللي ما بيغزوش او يحدث حتى نفسه ويقول انا لازم اغزو، انا لازم اغزو، انا لازم اغزو، لازم ابقى تابع للشيطان، فعشان كده لازم افكر في الغزو، والغزو هو انك تروح تهجم على حد وتتعدى عليه. ما فيش حاجه اسمها ولا تتعدوا، ده اسم تعدي، اني اروح لحد اغزو بلد هي ملهاش ذنب لمجرد ان انا اجبرها ان هي تاسلم او اخد منها جزية او اقتل فيهم، ده اسمه شيطان، ده اسمه تعدي، ده اسمه ارهاب. فاي حد مسلم يجي بيضحك عليه، راجع الكتب بتاعتك، شوف وادرس بعمق الايات اللي موجودة، مش بتحفظ بس عشان حفظت القرآن وعشان المكافأة وعشان الهدية، روح دور على ابديتك، روح شوف الاله اللي بيقول انه يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون، مش اله يضلك، مش اله جاي يقول لك ان اردنا لاعطينا لكل نفس هداها ولكن حق علينا القول لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. ده الهك ده جاي، ده الشيطان ده اللي من الاول من منذ ادم عايز يملا جهنم من الناس اجمعين، هو ده الشيطان، مش ده الالهي. الهي جاي عشان يخلص، الهي قال لم اتي لاهلك بل لاخلص، لان ان الانسان لم ياتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. الهنا جاء من اجل الخلاص، الهنا احب العالم كله، قال هكذا احب العالم الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. على الجانب الاخر بتلاقي الشيطان عايز يحط كل الناس، عايز يفتنها، عايز يغوي، عايز يلقي الضغط والعداء، وعايز ياخد الجميع الى الجحيم. ما هو موجود ومكانه هو في الجحيم، الاختيار امامك. الهنا قال وضعت امامك الحياه والموت، اللعنه والبركه، فاختار الحياه لتحيا انت واهل بيتك. شكرا، سلام المسيح عن جميع. شكرا، ربك حياتك، مداخله قيمه ومهمه جدا. اختي جديده، عندنا دقيقتين للوقت ومحتاجين ايضا 2000 تكبيسه، اعتقد وصلنا للهدف تكبيس. بهاي الدقيقتين اعطيني رساله، اذا عندك رساله اخيره. انا عايزه اقول زي ما ديفاين النهارده وريتنا ازاي ان الاله ده اله شرير، اله الاسلام اله شرير، لم اله سدي قتال، يعشق قطع الاجساد، يعشق التعذيب، وحتى بعد ما تموت محضر لك السلسله السخنه. يعني إله غريب الشكل يعني عمرنا شفنا بالمنظر ده، سادي وعايز يشوفك بتتقطع، وعايز يشوفك بيموت وبتقطع بالسيف والكلام ده كله، عايز يشوفك يهلك تهلك، وجاي ليأخذ الأموال ويهتك الأعراض ويقتل، وده عمل إبليس. لكن في الكتاب المقدس إلهنا يقولك كده، إحنا بنحبه لأنه هو أحبنا أولا،
الله أحبنا أولا، الله خلقنا لأنه بيحبنا، أعطانا الحرية لكي نحبه بحرية ونختاره بمحض إرادتنا ونرفض عمل إبليس في حياتنا وعمل خطية. فهذا إله الموت فأرفض الموت. آدم سقط لأنه اختار الموت، واللي بيمشي في الإسلام هو بيتبع إله الموت، بيتبع الخطية. المسيح جاء ومات على الصليب ليأخذ مننا حكم الموت ويعطينا حياة، يعطينا فرصة أخرى. فاختار الحياة لأنه هو حياتك وقد قضى الموت فيه. فبدون المسيح لا يمكن أن يكون حياة، وبعيد عن المسيح إن لم تأخذ المسيح وتؤمن به لم يكن لك حياة أبدا، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يدخلك للآب. هو بخلاصه وماتة الخطية فينا هو اللي يقدر يدخلك في ملكوت السماوات. فاختار الحياة. أختي عفنان، إذا عندك بدقيقة واحدة مداخلة أو رسالة تفضلي. تمام، شكرا. بدي أقول للإخوة المسلمين، هل إلى متى تبقون متابعين الماكر المضل؟ هل الإله الحقيقي هو اللي يقول إنه هو اللي يزيد الناس أزرة، هو اللي يزيدهم ذنوب؟ يعني من يفعل هذا غير الشيطان؟ هل الإله الحقيقي هو اللي قال مثل إله القرآن اللي قال في الأنعام شو بيقول؟ بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. هل الشيطان يسمع للرب؟ الشيطان يفر من الرب بس ما بيختمش الرب، لأنه هو في نفسه تكبر عن الرب وأراد أنه يعني يتمرد على الرب. فهون إله الإسلام تبعك بيقول لك إنه الشياطين تسمع كلامه وبتروح تضل الناس، ولو ما بده إياهم يضلوا الناس ما رح يضلوا الناس. فمن هنا إلهك هو كبير الشياطين، هو إبليس، فمستحيل إنه الرب يكون بهاي المواصفات. وكمان إلهك هو اللي يزيدك أزرع، يعني من غير الشيطان اللي هو رح بده يزيد سيئاتك وبده إياك تضل. ربنا الإله الحقيقي اللي هو الرب يسوع المسيح جاء لأجل الخطاة، جاء لكي يرجعهم إليه، جاء لكي يرشدهم. وحتى في عقر الخطيئة كان يتسامح معهم ويحاول يرشدهم بكل الطرق. فداهم بدمه، فداهم على الصليب، تغاضى عن خطاياهم، استمر في المغفرة، أعطاهم حب غير مشروط. فهذا هو الإله الحقيقي. الإله الحقيقي هو اللي تجسد وجاء على الأرض بس كرمالك، ليعطيك أمثلة، ليعلمك كيف تكون ابن صالح. مو الإله اللي يرسل لك شياطين تضلك، مو الإله اللي يزيدك ذنوب. هذا من بفعل إله، هذا هو شيطان. إله الإسلام فيه كل الصفات اللي تنطبق على الشيطان. فأتمنى من الإخوة المسلمين أنهم يفتحوا بصيرتهم، يفتحوا قرآن ويتعمقوا في الكلام، ويفتحوا حتى الكتاب المقدس ويعملوا مقارنة بنفسهم، ورح يشوفوا الفرق الكبير بين الإله الحق والشيطان الذي يزعم أنه الإله. الذئب الخاطف الذي يأتي في ثوب الحمل الوديع هو نبي الإسلام وإلهه اللي هو الشيطان في نفسه. شكرا جزيلا أختي أفنان. حبايب الرب، الرب يبارك حياتكم، وأشكركم من أجل مشاهدة هذه الحلقة. أتينا إلى انتهاء وقت هذه الحلقة. تابعوا برامج قناة العرامية باستمرار، وأيضا يمكنكم الدخول على ويب سايت قناة العرامية اللي يظهر لكم على الشاشة www.abnsad.com. هذا الويب سايت تستطيعون تشوفون كل الإعلانات، الحلقات المستقبلية ومواعيد البرامج اللي تكون على شاشة قناة العرامية. ويمكنكم أيضا دعم القناة العرامية ماديا، لأن الدعم المادي مهم جدا، ونحن محتاجين دعمكم وتعضيدكم ومساعدتكم لنا لكي نستمر. هذا موقع الدعم اللي يطلع على الشاشة www.abngive.com. هذا الموقع للدعم، ممكنك تدخل على هذا الموقع
وتتبرع بأي مبلغ مالي، هذه المبالغ تذهب إلى تحرير النفوس وإنتاج برامج وحكايات وروايات لكي الحلقات توصل إلى أخوتنا المسلمين ويسمعون. إحنا قناة تلفزيونية، ليس فقط برنامج تيك توك، إحنا قناة تلفزيونية موجودة على عدة بلاتفورمها متعددة، موجودين حاليا على اليوتيوب، موجودين على الفيسبوك، موجودين على تويتر، إنستغرام، تليجرام، وأيضا التيك توك من ضمنهم، فهي قناة تلفزيونية من 14 تبث ب 14 لغة من 19 سنة تقريبا في خدمة الرب يسوع المسيح وإيصال رسالة الرب يسوع المسيح. في هذا الوقت احنا محتاجين مساعدتكم ودعمكم المادي من خلال هذا الويب سايت اللي يظهر على الشاشة، فرجاء صور الشاشة، خلي هاي الصورة عندك بموبايلك، ممكن اليوم ما تدعم ولكن ممكن في يوم من الأيام الرب يحرك قلبك وتحب تدعم، أو تشارك الصورة مع الآخرين لكي يحبون يدعموا قناة الآرامية. نحن محتاجين لدعمكم وصلواتكم أيضا لتعضيد هذه الخدمة. أنا أشكر ضيوفي الأخت ديباين، وأشكر الأخت جديداية، وأشكر الأخت أفنان، وأشكر أخويا صبري، وأشكر أخويا العابر اللي صعد معنا من العراق، وأشكركم جميعا الحبايب اللي كتبتونا بالتكس واللي كبستوا على الشاشة واللي شاركتوا الحلقة مع الآخرين. الرب يبارك.